بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده واسبوع جديد من الماتش. وحشتونا جدا في ايام الاجازه الخميس والجمعه، والنهارده بنبدا معاكم كالعاده اسبوعا جديدا بيستمر من السبت باذن الله حتى الاربعاء، كل يوم ساعتين. وفي خلال الساعتين هنتابع كل ما حدث ويحدث وسيحدث رياضيا سواء جوه مصر او بره مصر، وتبقى البطوله العربيه مسيطره بل وتزداد سيطره على عقول المتابعين، سواء بدراما بعض أحداث مبارياتها في دقائق أخيرة، فرق بتكسب في دقائق أخيرة، فرق بتطلع من البطولة في دقائق من خلال المباراة، فرق بيطرد منها لاعبين، وحتى على مستوى المنافسات القادمة، منافسات الحسم في الجولة الأخيرة للتأهل من دور المجموعات إلى ربع النهائي لسه فيها دراما. فرق هتحسم تأهلها الجولة اللي جاية، وفرق هتتخانق على الصدارة في مواجهات مباشرة الجولة اللي جاية، ومنهم منتخبنا الوطني مع منتخب الجزائر. سيبك من كل ده، منتخبنا الوطني النهاردة بيكسب منتخب السودان بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العرب المقامة في العاصمة القطرية الدوحة. أنا الحقيقة مش فرحان إن احنا كسبنا وتأهلنا، بس مش فرحان إن احنا كسبنا بنتيجة كبيرة، بس أنا فرحان لأنه في روح كويسة وفي أداء ومحاولات من اللاعبين في تنفيذ ما يقوله له المدرب، اللي مش كله إحنا فاهمينه ولا لازم نبقى كله فاهمينه، لكن الحقيقة إنه في نتائج بتطلع على مستوى التجارب اللي بتتعمل، بعضها بيعجبنا بعضها ما بيعجبناش، لكن النتيجة بتجيب لك بعد كده فرصة إنك تنفذ أكتر أو إنك تصحح اللي نفذته غلط. كسبنا النهاردة، اتأهلنا، وبقى السؤال دلوقتي ماتش الجزائر اللي جاي، هل هو فعلا الاختبار الحقيقي زي ما الناس بتصفه او بعضهم؟ هل هي مباراه مهم جدا نركز في تفاصيل التاهل كمتصدرين؟ هل دي المباراه الفاصله في مشوار لاعبين مع المنتخب الوطني؟ هنتكلم عن ده بالتفصيل النهارده في الماتش بعد ثوان قليله. يلا نبدا. اهلا بحضراتكم مره تانية. منتخبنا يفوز على منتخب السودان بخمسه اهداف نظيفه في الجوله الثانيه من كاس العرب، وبيتاهل لربع نهائي البطوله المقامه في قطر، لتتبقى مواجهه مع الجزائر يوم الثلاثاء ليتحدد متصدر هذه المجموعه، اللي بالتبعيه هيواجه تاني المجموعه الثالثه اللي هيبقى غالبا الاردن او فلسطين او السعوديه بالترتيب. لكن سيبك من كل ده، مش ده الهدف اصلا من البطوله. انا شايف اني أنا وغيري ممكن نتمنى نكسب البطولة، بس لو حد نفسه يكسب البطولة عشان مصر لازم تكسب أي بطولة تدخلها، أو عشان دي بطولة على زعامة عربية، هتفق معاه، لكن أولويتي هتختلف مع أولويته. هتبقى إن عايز أوصل لليوم النهائي للبطولة، عايز الفرقة دي بالمدرب ده يوصلوا للعدد الأقصى من المباريات التجريبية، يستغلوا الفرصة كاملة للتجربة والتنفيذ، التنفيذ الصحيح أو التنفيذ الخاطئ فنصححه في اللي بعده. يعني من الآخر، أنا عايز نكسب البطولة دي، لكن مش هزعل لو لعبنا ماتش الثالث والرابع، لأنه ساعتها هنكون لعبنا نفس عدد المباريات اللي لعبها البطل، هنكون كملنا البطولة دي لآخرها بكل التجارب الممكنة فيها. وده المهم دلوقتي. ليه ده المهم؟ لأن كيروش بيجرب، ولأن النتيجة بتبان تجربتها، بتبان أحيانا بتنفيذ خاطئ ما بيعجبناش وأكيد ما بيعجبوش، بيجرب غيرها أو بيجرب بعدها ينفذها بشكل تاني، أو بتبان بتنفيذ صحيح بيثبت عليه ويشتغل على الفكرة اللي بعدها. خلونا الأول نتفق مع المتشائمين في عدة أمور، وإحنا أحيانا بنكون متشائمين عادي، أنا مش بتكلم على ناس لازم ننتقدها أو أنتوا ليه متشائمين. خلونا الأول نتكلم كمتشائمين، إن منتخب السودان منافس له كل الاحترام لكن كرويا ضعيف جدا، وإن في لعيبة لسه محتاجة تثبت نفسها، وإن المراكز الجديدة على بعض اللاعبين مش كلها بتمشي كويس. لكن تعالوا نشوف الحاجات اللي المفروض تخلينا نتفائل من وجهة نظري.
بالنظر لمباراة النهاردة اللعيبة بتنفذ تعليمات، اللعيبة متقال لها كلام بتحاول تنفذه، ومش بس كده، هم مقتنعين بأنهم لازم ينفذوه لسببين. أولا خوفا من راجل غضبه من عدم تنفيذ أفكاره واضح أنه شديد، وثانيا احتراما واقتناعا قبل الأولا بأفكاره. اللعيبة بتلعب وهي مقتنعة أن في مدرب بيدربهم عنده أفكار، ده واضح جدا في ماتش النهاردة والماتشات اللي فاتت. اللعيبة بتلعب بروح مش نفس، أو مش دايما المستوى بيخلينا مبسوطين، لكن بنحس بحاجات واحدة زائد التانية زائد التالتة تعمل لك فريق كبير. النهاردة المباراة التانية على التوالي، المنظومة الدفاعية محترمة بأخطاء قليلة وكله بيدافع، ولما بيقع الغلط في أي غلطة دفاعية بيجروا يصححوه بروح عالية. الباكات بتدافع كويس وبتاخد أماكنها كويس في الهجوم بالربط الجيد مع الوينجات سواء لجوه الملعب أو للطرف، واضح النهاردة ده جدا مع فتوح وعمر كمال، مع أحمد رفعت ومع زيزو ومع مصطفى فتحي لما نزل باختلاف أدوار اللاعبين. أيمن أشرف النهاردة تجربته في نص الملعب كانت هايلة. أنت عمرك من يوم ما اتولدت أنا وأنت يعني شفنا أيمن أشرف بيلعب غير باك ليفت وأحيانا مساك، سواء مع سموحة سواء مع المنتخب سواء مع الأهلي؟ شفناه النهاردة بيلعب في مركز 8 ببراعة، بيغطي ناحية الشمال دفاعيا، بيظهر للباك والجناح في توقيت كويس جدا وفي أماكن كويسة جدا وقت الهجوم. عشان كده لما كيروش بيجرب محمد شريف كمهاجم تاني في اليمين أو الشمال، محتاجين نفهم إنه شايف في حاجة بيجربها، هو مش مجبر يلاعب اللعيب في المركز اللي بيلعبه بيه مدربه في النادي. أمال هو مدرب ليه؟ يعني مش معنى إن موسيماني بيلاعب محمد شريف كمهاجم وجايب له نتائج كويسة بيسجل يعني إن كيروش لازم ياخد اللعيب يلعبه مهاجم، لا أنا عايز أجربه هنا. هو خد من شريف مثلا ناتج إيجابي أو سلبي في المكان ده فوداه بعد كده مهاجم عشان يشوفه بنفسه الماتش اللي فات كمهاجم لما مكان مروان، وهكذا لأنه مدرب. ومدرب الحقيقة بالنتائج اللي بتطلع لنا ولو كانت مش واو مش ممتازة مش بتطلع في ساعتها، هي بتقول إنه مدرب مش عشوائي. النهاردة الدفع بحسين فيصل في نص الملعب، النهاردة البدء برفعت وإجباره إنه يلعب جماعيا مع مساحة كويسة من حرية الإبداع إنه يلعب بلعبه برضه، النهاردة أدوار فتوح وعمر كمال، النهاردة تجربة مروان وتجربة شريف، النهاردة ده كله بيقول إن الراجل بيفكر كويس وإن اللعيبة مقتنعة بيه، ودي نقطة مهمة جدا فكرة إن اللعيبة تبقى مقتنعة بمدربها. لأنه إحنا ممكن أحيانا ما يعجبناش الشكل العام، لكن مدرب يعجبه إن اللعيب عمل اللقطة دي اللي إحنا متدربين عليها، وده بيبان لنا. يعني أنا حاسس إن كيروش أفهم كثيرا من منتقدي المنتخب ككل، يعني مش أي منتقد، يعني مش اللي بيحلل كورة معناها إن كيروش أفهم منه، مش بقول كده، أنا بتكلم على اللي بيقولوا إنه لازم كيروش يلعب حلو يا إما هيمشي زي البدري. ده مش تقليل من اللي بيقولوا كده لأنه حقهم، لكن هو شغال بشكل واضح جدا إنه مدروس. قد يكون محتاج يوضح ده بالكلام للناس، لكن هو دي مدرسته إن هو بيسكت، أنا بعمل اللي أنا عايزه ومستني نتائجه ومش فارق معايا الانتقادات. أنا مش عايز أبقى ببالغ، لكن أنا شايف إنه الفرصة اللي سايبها كيروش للعيبة اللي بتتألق في الدوري أو هو شايفهم عندهم بوتنشال إن هم يبقوا كويسين، دي فرصة هايلة لازم الكل يستغلها ويشتغل عليها من اللعيبة، لأنهم في الآخر بيشتغلوا مع مدرب أعتقد إن كمان أشهر أو بعد بقى ما تجربته تنتهي في أي وقت هيقولوا إحنا كسبنا إن إحنا اتمرنا تحت قيادة كارلوس كيروش. عارف جدا إن الكلام هيبدو قدام البعض مبالغ فيه، أنت إيه إحنا كسبنا السودان يعني وبطولة عربية؟ أنا والله ما بتكلم عشان كسبنا السودان ولا عشان خمسة ولا عشان يتأهلنا، بتكلم ككورة بتتلعب قدامنا بيجيلك فيها نتائج. اللعيبة اللي هتدخل المنتخب في عهد كروش هيستفيدوا جدا لأن هما الراجل أولا باين قوي أنه عادل. الراجل جه قال لهم أنا جزار ما بيفرقش معايا حد اسم لعيب ولا لأ، أنا بقتنع بحاجة بنفذها. فالكل بقى قدامه أنا هروح ألعب في المنتخب لأني كيروش وثق بيا. الكل بيروح بعد كده الكيروش، اللعيبة اللي ضمن مكانها بقالها سنوات عارفة أن الأرض بتتهز في أي لحظة من تحت رجليها. أنا لو ما عملتش اللي كيروش عايزني أعمله مش هلعب،
مش لو ما عملتش اللي انا مخليني طول الوقت ادخل المنتخب، لا لازم تنفذ اللي بيقوله كيروش. ده واضح جدا في اللعيبه كبارهم وصغيرينهم في المنتخب دلوقتي، واضح ان هم عارفين جدا 100 حساب للراجل اللي واقف بره ده، ودي نقطه ايجابيه جدا افتقدناها. لو هتعمل مقارنه ما بين البدري وله كامل الاحترام وكيروش، دي نقطه اساسيه في الفارق، ان اللعيبه هنا عارفه انه في واحد قاعد بره ماسك عصايه، عصايه كرويه يعني، لو ما نفذتش مش تبقى معايا، مش هتعرف اصلا تدخل المنتخب تاني وهتندم، انت اللي خسران. انا ده حاسه وهستنى رايكم، لان انتوا ممكن تبقوا حاسين حاجه مختلفه، وانا بحب جدا نتكلم مع بعض في النقاط دي. وده باين له من يوم وهو بيختار قوائم المنتخب باين جدا. لما تلاقي عمر مرموش اول ماتش دولي يدخل يجيب جول ويتالق ويلعب بكل ثقه في النفس دي، معناه ان الراجل ده متكلم مع اللعيبه بشكل كويس، مديهم انا ما فيش معاه صغير من كبير. حسين فيصل النهارده لما بيلعب اول مباراه مع منتخب مصر وبيبدا اساسي ومع جيل بينتقد بعنف، وبعد مباراه الناس انتقدت فيها الاداء ويلعب بالثقه دي، معناها ان في مدرب بره عارف يختاره ازاي وعارف عايز منه ايه جوه الملعب، وعرف يطلع منه اللي هو عايزه بنسبه كبيره، مش 100% بس طلع منه بنسبه كبيره اللي هو عايزه او حاجات من اللي هو عايزها. لما تلاقي احمد رفعت بيلعب ناحيه، لما تلاقي اسامه فيصل عاجبني جدا، لتاني مباراه بينزل كبديل وتلاقيه في اغلب مراكز الهجوم يعرف يقطع على القريبه وقت العرضيات، يعرف في اهدارات فرص زعلتني النهارده من توجيهه هو للكوره مثلا في نص المرمى، لكن هو مهاجم وهياخد ثقه في نفسه ومنتخبنا هيستفيد منه وكل اللعيبه الحقيقه. انا عمر كمال عبد الواحد، كيروش عارف عمر كمال عبد الواحد انا عايزه يهاجم وعايز يعمل جبهه، وامتى يدخل منطقه الجزاء وامتى يبقى بيتطرف ويعمل يعني توليفه كده مع الجناح اللي قدامه، بتكلم على باك يمين. دي كلها نقاط ايجابيه، وتخليني حقيقه ابقى عايز جدا نكمل في البطوله دي، عايز يفضل يجرب، عايز افضل احس بنتائج واحنا بنتفرج مع بعض، يعني عايز نوصل لغايه اخر يوم في البطوله دي، لانه لو قلت المباريات هتقل التجارب. انا مش عايز يعني عايز نكسب البطوله، بس عايز قبلها نكمل البطوله لحد نهايتها. وده هيودينا لنقطة ان احنا الماتش اللي جاي مع الجزائر، الجزائر النهارده كسبوا بهدفين منتخب لبنان، وبناء عليه بقوا 6 نقاط، جينا احنا بعديها كسبنا بقينا 6 نقاط، بصوا على الاهداف المسجلة لقيناها زي بعض، بصوا على الاهداف المستقبلة لقوها زي بعض ولا هدف، بصوا على المواجهات المباشرة اللي هو الماتش اللي جاي، طب افرض الاتنين اتعادلوا، تعالوا نستعرض الموقف المثير ده، لكن بعديها نقول ليه بنتكلم فيه. احنا والجزائر النهارده زي بعض، 6 نقاط وسجلنا 6 زيهم بالظبط منتخب الجزائر، فهنقعد نبص على كل الاحتمالات، فماذا لو تعادل منتخبا مصر والجزائر يوم الثلاثاء المقبل الساعة 9 مساء؟ هتلاقي انه الحل الاخير اللي هيلجأ اليه طبقا للائحة هو اللاعب النظيف. هتبص على اللاعب النظيف، لا ارجع ثانية بس يا وليد، هتبص على اللاعب النظيف هتلاقي ان منتخب مصر معاه 3 انذارات لاكرم توفيق ومحمد شريف ومصطفى فتحي، فمنقوص من نقاطك سالب واحد، ادي سالب 3. الجزائر عندهم لعيب النهارده حسام الدين مرزيق خد 2 انذار فطرد فاتخصم منهم 3 طبقا للوائح، ان 2 انذار في طرد ب3 نقط، والانذار لكل لعيب على حده ب3 نقط، يعني حتى دي متساويين فيها، يعني الماتش اللي جاي لو اتعادلنا ولا واحد فينا خد انذارات، او احنا الاثنين خدنا عدد الانذارات او فقدنا عدد النقاط بتاع الانذارات او الكروت الحمراء زي بعض، قرعه هي اللي هتخلينا نكمل في البطوله كاول او كتاني. يعني بقول لك ان احنا تاهلنا، الماتش اللي جاي ده صداره. الناس بقى بتتكلم البعض على نقطه انه مش كنا جبنا جول سادس النهارده فيبقى قدام الجزائر التعادل يكفينا للتاهل كمتصدرين، ولا يهمنا، مش ده الهدف من البطولة دي. عارف ان احنا عايزين نبقى بنعدي الادوار وعايزين نلعب الفريق الاسهل دايما علشان نبقى بنعدي ادوار مختلفة، لكن مش ده دورنا في البطولة دي. ده ممكن نحتاج له في امم افريقيا، لكن في البطولة دي احنا محتاجينه بس علشان نلعب كل الماتشات. لكن لعب كل الماتشات ده افادته في ان انت هتلعب الاقل منك بكتير زي السودان النهاردة، وهتلعب الاقوى منك ربما
حاليا زي الجزائر، وبعد ما تلعب الجزائر هتعرف هتلعب فلسطين الأقل منك ولا المغرب اللي ممكن تبقى أعلى منك. فدي استفادة البطولة، فمش فارق خالص الجول السادس اللي مسجلناهوش النهاردة، ولا فارق لو خسرنا من الجزائر ما دام بنجرب وعايزين نستفيد من المباراة. طبعا 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 لازم كيروش يبقى فاهم، وأعتقد إنه هيتفهم ده، إنه ما ينفعش حتى لو خسرنا نخسر بنتيجة ثقيلة، وتحديدا قدام الجزائر كمنافس دائم افريقيا. لكن في الاخر لو خسرنا من الجزائر بس طلعنا بنتائج حلوه، بروح حلوه، باداء جيد، بتنفيذ تعليمات، فده مكسب في حد ذاته. هنتاهل نلعب المغرب، غالبا هيكونوا هم المتصدرين، وليه لا؟ هنحاول نكسب المغرب بافكار جديده، او بافكار نفذت بعضها او ينفذ بعضها في الماتش بتاع المغرب نفسه. بكل تاكيد في نقاط فنيه لازم نتكلم عليها مع الكابتن احمد مجدي كمان شوية، نجم الزمالك ومصر السابق، وهنتكلم عن كل التحفظات وكل الإيجابيات. لكن لا قدر الله احنا عندنا ماتش فاصل، ده الهدف الأساسي في مارس. أنا شايف إنه بالتسلسل بتاع اقتناع اللاعبين بمدربهم ده، لا قدر الله، ولا أتمناها ولا أرجوها ومش عايز أقولها، لو ما رحناش كأس عالم كيروش ممكن يكمل عادي جدا، لو لقينا في نتائج بتطلع للكرة المصرية زي اللي بتطلع لنا دلوقتي. طيب تعالوا نشوف تشكيل منتخبنا الوطني مع بعض في مواجهة السودان، اللي طرد منهم اتنين لعيبة فلعبوا بتسعة لمدة تلت ساعة تقريبا، وبحيي الحكم على قراراته سواء باللجوء للفار في كرة أيمن أشرف. مليون سلامة عليك يا أيمن، لكن الحمد لله المنتخب طمنا أنه اللاعب هينزل التدريبات بكرة عادي. وأحمد سيد زيزو اللي التحم مع التحام عنيف مرتين، فاللاعب نفسه خد إنذارين، فارس ابراهيم فطرد اللاعب. عجبني ان احنا رغم الطرد ما استهترناش، وانه كسبانين اربعه والسودان مطرود منهم اتنين فيلا بقى نقسم، لا اللعيبه بتضغط فيه روح، خايفين يغلطوا ورا. دي كلها نقاط ايجابيه النهارده، عشان عارفين ان في عو واقف بره، واضح جدا ان كيروش ده عو جدا، مش بس عشان القوائم اللي بيعلنها ويطلع منها لعيبه ويدخل فيها لعيبه، لا الراجل واضح انه اللعيبه في الملعب خايفه منه. بحييكم، بحييكم ان انتم محترمين الراجل وعارفين ان الراجل واضح انه كويس جدا. تشكيل منتخبنا الوطني النهارده كان فيه تغييرات كتيره جدا، لخبطنا بقينا عايزين نقول 3 4 3 ولا 4 3 3 ولا 4 3 2 1 ولا انت عايز مننا ايه يا كيروش؟ فكلنا استنينا الثانيه الاولى عشان نبص على شكل منتخبنا، فلقينا الشجره الحلوه دي قدامنا. محمد الشناوي حرس المرمى، احمد حجازي ومحمود حمدي الونش في نص الدفاع، عمر كمال عبد الواحد كما شارك كبديل في المباراة الماضية بدأ النهاردة أساسيا كظهير أيمن، أحمد فتوح لعب ناحية الشمال كما بدأ في المباراة الماضية، عمرو السولية لعب في نص الملعب، ومع استبعاد حمدي فتحي للإصابة وعدم إشراك مهند لاشين بقينا مستنين مين اللي هيلعب في النص. لقينا أحمد زيزو بيلعب ناحية اليمين وأيمن أشرف بيلعب ناحية الشمال. أيمن أشرف في نص الملعب رقم 8، يعني عايز منه دفاع وهجوم وادوار جديده عليه. اه شفناها وظهرت من وجهه نظري رجل المباراه ايمن اشرف. احمد رفعت وحسين فيصل على الطرفين، مروان حمدي في المقدمه. نزل بقى تباعا باشكال غيرت شكل المنتخب، غيرت الى حد ما كمان طرق اللعب. ايمن اشرف اتنقل بعد كده كمساك لما الونش خرج، وفتوح بعد كده لما خرج نزل مروان داوود في اول مشاركه، مليون مبروك يا مروان كظهير ايسر، وشفناه بيهاجم كمان. شفنا تغييرات كمان لمنتخبنا زي مصطفى فتحي وقفشه نزلوا مكان زيزو والونش، شفنا اسامه فيصل وهو بينزل مكان احمد رفعت، محمد شريف وهو بينزل مكان رفعت وهو بيلعب كجناح وبيدخل كمان كمهاجم في نص بيدعم المهاجم الموجود اللي هو اسامه فيصل في نفس التغييره. دي كلها كانت من الاستفادات اللي استفدناها النهارده، ومش كلها لازم تنجح، مش كلها لازم تنجح، لكن كلنا لازم نصبر من وجهة نظري، ومن حقك برضو ما تصبرش، ما بقولكش اصبر ده غصب عنك، لو مش عايز تصبر ما تصبرش. وجهة نظري انه في نتائج مخليانا لازم نصبر، مش احسن حاجة، والمنتخب ده مش هو المنتخب اللي يلعب في كاس العالم حلو وياخد نقاط، بس المنتخب ده في طريق يخليه ان شاء الله يروح كاس عالم ويلعب كويس. هي بداية، احنا في بداية اراها جيدة. طيب حسين فيصل لازم نتكلم عنه شويه،
لانه طبيعي جدا زي ما مرموش اول ما تالق راح الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي طلع قال والله العظيم انا كنت عايزه بس هو اللي ما كانش ينفع يلعب، فولف زورج هم اللي اعترضوا، طبيعي جدا هيحصل نفس الموقف مع كل لاعب يتالق بعدما لم ينضم او بعدما رحل من ناديه. فحسين فيصل هو مش ازاي من الزمالك بالمستوى اللي عمله النهارده بالاسيست اللي عمله، حته اسيست يا جماعه ده عايز لا الخمس تجوان عايزين شويه كلام، حته ثقه في النفس من عند الجناح يرقص على الخط ويرقص تاني على الخط ويلعبها بسرعه قبل ما تطول منه رغم ان في مدافع قافل فيلعبها للونش اللي عمل فينش عالمي، فينش ما يطلعش من مدافع في لغتنا دايما بنقول تصويبه باكاتي بتتقال، لا ده مدافع عملها كانه مهاجم عرف يقفل على الكره حلو وينزلها حلو بارتفاع ما تطلعش في السما ولا تطلع في تخبط في حد، اه في نص الجون شويه لكن قويه متوجهه حلو فالونش سجلها حلو، لكن حسين فيصل دي ما تطلعش من لعيب بيلعب اول مره منتخب مصر الا لو كان واخد ثقه جامده جدا من مدربه. فالناس كلها بتتساءل هو حسين فيصل ده مشي من الزمالك ليه من شهرين؟ شهر 9 اللي فات. تعالوا نستعرض كده ايه اللي حصل، بس قبل ما اقول نستعرض اللي حصل بالظبط كيف رحل من الزمالك وكيف انضم الى سموحه رسميا بدون اعاره ولا نيه بيع لا منتقل بعقد كامل، اقول لحسين انه النهارده كان في سنة استعجال وانك مش لازم تبقى طماع. الطمع ظهر في انه في هجمه حلوه قوي شطها كان ممكن مروان وكان ممكن قفشه اللي لعب لك الون. الاستعجال ظهر في ان انت مثلا في لقطه اللي هي الاولانيه اللي رقص استلم حلو ورقص وخلاص اتفتحت مجال الشوط ما بص الشط في الحته بالظبط اللي واقف فيها حارس المرمى لمنتخب السودان. كنت محتاج اللقطه بتاعت انك تفكر ترفع عينيك دي. لكن خامه رائعه وبالمناسبه كانت خامه جيده جدا وهو بيلعب في الزمالك من موسمين. لما لعب دقايق لعب مع كارتيرون نفسه. لكن حسين فيصل كيف رحل من الزمالك؟ ليه بنسال السؤال ده؟ لانه الزملكاويه سالوه ولان مرتضى منصور اتكلم عنه بعد المباراه ولان امير مرتضى منصور كتب تويته على صفحته على الفيسبوك وهي حرب دائمه ما بين السابقين والحاليين في الزمالك، ايا ما كان مين السابق وايا ما كان مين الحالي، هتلاقي ان السابق بيتقال عليه من الحالي انه انت اللي بوظت الدنيا، وهتلاقي ان الحالي بيطلع يعني هتلاقي الحالي بيقول دايما على السابق ان هو اللي بوظ الدنيا، وهتلاقي ان السابق قاعد والله العظيم ما انا، واول ما السابق ده يبقى حالي هتلاقيه بيقول لك والله العظيم السابق هو اللي كان عامل كل البلاوي، ده الزمالك، هو ده الزمالك، ودي من اهم مشاكل الزمالك دائما، انه مفيش حد بيغلط، دايما اللي بيغلط هو اللي مشي. فيا خسارة حسين فيصل، دي تويتة أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك. طيب لماذا خسر الزمالك طبقا لما يقول مديره أو مشرف الكرة عنده أمير مرتضى منصور اللاعب حسين فيصل؟ يلا مع بعض نستعرض التفاصيل من أول ما اللاعب انتهى موسمه فأصبح الآن في صفوف المقيدين فوق تحت السن. بداية تواصلنا مع الكابتن حسين السيد المشرف على فريق الكرة في نادي الزمالك عضو اللجنة الفنية السابق في الفريق الأبيض لجنة إدارة الزمالك مع الكابتن حسين لبيب، قال إن قرار الاستغناء عن حسين فيصل يعود للمدير الفني كارتيرون، قال إن فريقي 99 و2000 لا توجد لهم مسابقات رسمية وبالتالي لابد من قيد لاعبيها بقوائم الفريق الأول وإلا يمشي. اللائحة بتنص على قيد 5 لاعبين فقط تحت السن. فاللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عرضت على كارتيرون 42 لاعب من اللعيبه اللي هم ب 99 2000 لاختيار 5 أسماء فقط من بينهم، 5 بس من 42. قائمه اللاعبين الخمسه المختاره من جانب كارتيرون لم تشهد تواجد حسين فيصل. اللجنه ليه طيب ما وقعتش معه اعارته؟ قال لك لانه لم تلجا لتوقيع عقود مع اللاعبين واعارتهم لانديه اخرى لانه اصلا مش هنعرف نأيدهم وفقا للائحه. لانه الزمالك موقوف يعني من القيد. طيب هقف عند النقطة دي، أنا سألت الكابتن حسين السيد بالمناسبة لأن هو متفقين إن ده كأنه حوار يعني عشان ناخد تصريحات منه وهو شخص محترم جدا ومسؤول محترم جدا، فكانت إجابته إنه قلت له طب ما هو مش قلتوا إن أنتوا استفدتوا من عقد النجاز رغم إنه الزمالك ما كانش مقيد أمال أعارتوه إزاي؟ قال لا ده فري بس إحنا عملنا عقد تسوية مع اللاعب فخدنا المقدم وزيادة عليه. عقد تسوية إن إحنا نسيبك و قصة مش مفهومة قوي بالنسبة لي، لكن يعني لما سألته على انه كده في تعارض ما بين قصة حسين فيصل ما أيدناهوش عشان ما ينفعش نأيده
وان انتوا قلتوا ان انتوا استفدتوا من اعاره حمدي النجاز، دلوقتي لا مش معار. تعالوا نروح للكابتن اسامه نبيه مساعد كارتيرون، سالناه هو حسين فيصل مشي ليه؟ لان الكابتن حسين السيد قال انه مشي علشان كارتيرون مش عايزه. خمسه بس من 42 يقيدوا. كانت تصريحاته واضحه جدا وصريحه، قال رفضت رغبه لجنه الزمالك في الاستغناء عن حسين فيصل وبعض لاعبي الشباب، قدمت ورقه بتشمل حسين فيصل وابني يوسف اسامه نبيه وبعض اللاعبين للخروج على سبيل الاعاره حفاظا على مستقبل نادي الزمالك، اه مش هنقيدهم خمسه بس يطلعوا اعاره، نمضي معاهم كفريق كمحترف. قال ان كان بالامكان قيد لاعبي الشباب ضمن قائمه الزمالك بعد حتى قرار ايقاف القيد لفترتين، حسين فيصل لم ينتهي عقده اساسا مع الزمالك، عقده كان ساريا ولكن كان لابد من قيده، حسين اصبح لاعبا دوليا دلوقتي وثمنه يصل ل 50 مليون جنيه، من المسؤول عن رحيله؟ بيهاجم اللجنه المكلفه سابقا باداره نادي الزمالك على القرار. بالمناسبه يعني عادي ان كارتيرون يبقى مش شايف ان اللعيب ده يستحق، لكن طبيعي جدا ان اول ما يتالق مع المنتخب الناس تقول ان هو مشي ليه. وبالمناسبه لا يفوتنا الاشاده بالكابتن احمد سامي، لعيبه بتروح له ما لعبوش غير 5 6 7 8 دقائق في موسم بيتالقوا يروحوا منتخب وبيرجعوا اهلي وبيرجعوا زمالك لو معارين. احمد عبد القادر، مصطفى فتحي، السنه دي مروان حمدي بيروح للمنتخب، حسين فيصل بيلعب اساسي وبيسجل وبيصنع، لازم اشاده بالكابتن احمد سامي، يستحق الاشاده. عينيه اللي اختارت اللعيبه دي او كمان الثقه اللي بيديها لهم في الملعب او الادوار اللي بتخليهم يعرفوا يتالقوا ويظهروا. طيب مين الخمسه اللاعبين اللي الزمالك ايدهم في الفريق الاول فبسببهم رحل 42 ناقص 5 37 لاعبا اخر في الزمالك منهم حسين فيصل؟ الخمسه دول هم كالتالي، لما عرفنا نتواصل لقينا انه وكلهم او واربعه منهم لم ربما تسمع اسمهم من قبل: محمد حمدي المدافع، احمد زكي الظهير الايسر، حمدي علاء لاعب خط وسط مدافع، سيف جعفر وسط مهاجم وشارك من قبل مع الفريق الاول، سيد نيمار الجناح الايسر ولعب في مباريات وديه مع الفريق الابيض فاسمه اتقال لانه صنع قبل كده اهداف، لكن على اي حال دول الخمسه اللي اختارهم كارتيرون فقيدوا تحت السن في قائمه الزمالك للموسم الحالي، وبالتالي زي ما قدامك مش منهم حسين فيصل ومش منهم مثلا اسامه فيصل اللي طلع اعاره. بالمناسبه ايه تفاصيل انتقال حسين فيصل من الزمالك الى سموحه فري لانه لم يقيد ولم يمضى معه عقد جديد؟ التفاصيل بتقول ان حسين فيصل مستمر مع سموحه 3 سنوات بدون شرط جزائي، 4 سنوات عفوا، عقده مع سموحه بدون شرط جزائي، واللاعب لم يبرم عقدا ثلاثيا بينه وبين سموحه والزمالك، وبالتالي مصيره فقط في يد سموحه. سعره بقى يغلى، مستواه يزيد، نادي عايزه، كله مع سموحه. هو كان زعلان ساعتها وقال انه مشي بطريقه غير لائقه، وهو بالمناسبه كان من اللعيبه اللي لعبت فريق اول، يعني مش بتطلع تتصعد تتمرن وتمشي، كان لعب فريق اول فكان حقه انه يزعل، كان بدايه الموسم اللي فات مع باتشيكو بالمناسبه مش مع كارتيرون. وبالمناسبه اسامه فيصل اللي بيتالق دلوقتي مع البنك الاهلي وبيتالق دلوقتي مع المنتخب الوطني، انتقاله إعارة، ولكن عزيزي لا تصدم من الرقم اللي إذا أراد البنك الأهلي شراءه سيدفعه، 7 مليون جنيه. 7 مليون جنيه البنك الأهلي يدفعها للزمالك ويبقى في حوزته لاعب دولي بيشارك مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش. فطبيعي جدا جدا أن تنتقدوا على الإعارات العشوائية والأسعار العشوائية. طيب في هذا الإطار هروح للزمالك بسرعة جدا بما إننا دخلنا على الزمالك، وأقول لكم إن رئيس نادي الزمالك قالها امبارح في المؤتمر الصحفي أول امبارح إنه أي إعارة عملناها هنرجعها ما دام دي لجنة مش مجلس منتخب. ثانيا الزمالك بالفعل تواصل مع 2 من المغادرين للزمالك في عهد اللجنة السابقة، والكلام هنا على إما أمير مرتضى منصور أو أعضاء مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور. الأول هو مصطفى محمد لاعب جلاتا سراي. النهارده جلاتا سراي كان بيلعبوا مع التاي، فكان احمد ياسر ريان في مواجهه مصطفى محمد، لكن الاثنين ما تقابلوش في الملعب الا وهو ده نازل وده خارج، يعني على وقت التغيير. فمصطفى محمد بدا المباراه وخرج في الدقيقه 69، احمد ياسر ريان شارك بديلا في الدقيقه 69 والمباراه انتهت 2-2. لكن مصطفى محمد تعالوا نستعرض ارقامه قبل ما اقول لكم الخبر الخاص بهذا اللاعب في الموسم الحالي. لعب 23 مباراه الموسم الحالي، مش الموسم الحالي بقى،
من اول ما راح بقى مع الفرقه اعتقد جلاتا سراي الموسم الحالي، سجل 4 اهداف وصنع هدفا واحدا. اعاره مصطفى محمد الى جلاتا سراي عباره عن سنه ونص، انتهى سنه منها بتنتهي في يناير ونص سنه، لكن جلاتا سراي من حقه يفعل شراء مصطفى محمد اخر الشهر ده 31 ديسمبر، وبعد كده بقى يبيعوه زي ما هم عايزين، وبعد ما يكونوا اشتروه من الزمالك ب 4 مليون دولار. فالزمالك وامير مرتضى منصور او الاداره اداره الزمالك تواصلوا مع مصطفى محمد قالوا له ما توافقش، حاول انك ما تخليش جلاتا سراي يشتروك مننا، وارجع اقنعهم بفسخ الاعاره والعوده الى الزمالك في يناير، وتيجي تلعب وتتالق وتروح المنتخب اكتر وتبقى اظهر قدام الناس، وبالتالي تشارك مع المنتخب وبتزيد فرصك في الاحتراف في مكان انت عايزه بفلوس كويسة بعد أمم أفريقيا وبعد تصفيات كأس العالم وقبل كأس العالم، وانت عارف ده كلام مرتضى منصور ليه، انا ما بيفرقش معايا اي حاجة، لو جاي لك عقد كويس يفيدك ويفيد النادي هبيعك. فتعالى في يناير. الحل التاني، وده كلام الزمالك لمصطفى محمد، لو ما عرفتش تعمل كده ارفض تفعيل بند الشراء، كمل الإعارة لغاية سنة ونص، تخلص في الصيف ترجع لنا فري ونبدأ القصة اللي لسه حكيناها من شوية لو جه في يناير. فده التواصل مع مصطفى محمد المهاجم الدولي تحت قيادة كيروش ومن قبل كيروش مع حسام البدري ولاعب جلاتا سراي التركي. الآخر هو محمد صبحي حارس مرمى الزمالك المعار إلى فاركو. إعارته عبارة عن إعارة بنية البيع، إذا دفع فاركو 20 مليونا من الجنيهات للزمالك يبقى بتاعهم. مصطفى محمد صبحي تواصل معه أيضا أمير مرتضى منصور وقال له كمل إعارتك ما تحولهاش لبيع، أنت الزمالك الموسم اللي جاي أساسي في الفرقة، إحنا اللي جبناك، إحنا دي يقصد بيها مجلس إدارة مرتضى منصور، وإحنا اللي بنقولك ارجع، مش إحنا اللي مشيناك، عايزينك واحنا عارفين جدا اهميتك ودورك، تعال وهتلاقي مكانك، فما تنتقلش نهائيا الى فاركو حتى وان كان ب 20 مليون جنيه للزمالك، هترجع كحارس اول في الزمالك، ده اللي وعده به امير مرتضى منصور في حاله عوده الحارس اللي منضم دلوقتي مع منتخبنا الوطني تحت قياده كيروش في بطوله كاس العرب. ايه تاني عشان ما ننساش، نسيب المنتخب شويه، لكن تعالوا نستعرض مع بعض النتائج بتاعه النهارده اللي انتهت بيها الجوله الثانيه. اتلعبت امبارح الجوله الاولى في المجموعه الاولى والثانيه، الجوله الثانيه في المجموعه الاولى والثانيه، واتلعبت كمان النهارده النتائج او مباريات الجوله الثانيه في المجموعات الثالثه او الثالثه والرابعه، وكانت اللقاءات بعضها ما هو مفاجئ وبعضها ما هو منطقي. البحرين تعادل مع العراق سلبيا، عمان اتغلبوا من قطر 2-1 وتأهلت قطر كأول المتأهلين، الإمارات فازوا على موريتانيا بهدف دون مقابل فتأهلوا، سوريا حققت ما يبدو مفاجئا يعني بأن هم كسبوا تونس بهدفين وتونس لم تظهر بالشكل الجيد فانتهت لقاءات الأمس. النهاردة الأردن اللي كسبوا الماتش اللي فات قدام السعودية اتغلبوا من المغرب 4-0 رباعية ثانية للمغرب بعد الرباعية في مرمى فلسطين، والجزائر تواجهوا مع لبنان وقدموا برضو مباراة أقل كثيرا من مواجهتهم قدام السودان وكسبوا 2-0 فتأهلوا رسميا زيهم زي المغرب. منتخبنا الوطني حقق أعلى انتصار في البطولة حتى الآن بخماسية نظيفة في مرمى السودان في لقاء طرد منه لاعبان من لاعبي السودان بعنف شويتين، لكن اعتقد انه ليه علاقه بالتوتر العصبي وليه علاقه بانه يعني قرارات خاطئه بسبب التوتر والضغط اللي عليهم. فلسطين تعادلوا مع السعوديه من شويه بهدف لكل فريق، وكان التقدم لفلسطين والتعادل للسعوديه في الشوط الثاني في الدقيقه 81 من زمن المباراه. عشان تبقى شكل المجموعات هستعرضها مع حضراتكم بعد ما ارحب بنجم كبير من نجوم الكرة المصرية، أحد أساطير حراسة مرمى منتخبنا الوطني، لكن الحقيقة أنه هو الجدل النهاردة مش بس على مستوى رأيه في المباريات كمحلل بل بسبب تحليله للمباريات. نرحب بيه الأول ونسمع التفاصيل. كابتن نادر أهلا بحضرتك منورنا. هاني أهلا بيك، مساء الخير وتحياتي ومبروك للمنتخب النهاردة، ماتش كبير الحقيقة عمل حلو جدا. ليه الماتش كبير النهاردة وإيه أهم استفادات تحققت لمنتخبنا؟
اولا انا مبسوط جدا جدا من اداره كيروش للمنتخب بشكل عام، ومن اعداده لجيل ممكن يكون موجود، وده كان اللي بيعمله الله يرحمه كابتن جوهري. دايما كان لما بيكون فريق للمنتخب بيكونه من 3 مراحل عمريه، مرحله العشرينات اللي هي اوائل العشرينات 20 سنه 19 سنه 21 سنه 22 سنه، مرحله الوسط اللي هي زي زيزو وقفشه، ومرحله اللي هي المرحله الاكبر والخبره زي حجازي والونش ومحمد صلاح. فالحقيقه تشكيل المنتخب او المراحل العمريه للمنتخب ده بتدي عمر طويل جدا لفريق ممكن يكون، مفهوم. لان احنا بنفتقد الكلام ده من وقت كوبر، ما لحقش كابتن حسام بدري ان هو يعمل جيل او ان هو يكون فريق، انما من وقت كوبر اللي هي كاس العالم في 2018 ما قدرناش ان احنا نكون فرقه ممكن تلعب 4 5 سنين قدام. ايوه فانا شايف ان كيروش الحقيقه وقدر ان هو يعمل تجانس مش ما بين اللعيبه وبعضها، لا ما بين طريقه اللعب اللي هو بيلعب بيها ايوه وما بين اللعيبه. فعشان كده هتلاقي احمد رفعت بيلعب بيأدي بشكل بنفس الشكل مصطفى فتحي، بنفس الشكل محمد شريف. فطريقه اللعب اللي بيلعب بيها ليه 4 3 3 او ساعات بتتقلب ليه 4 3 1 2، كل اللعيبه عارفينها وكل اللعيبه بيلعبوا بشكل كويس. فعشان كده ماتش لبنان، انا عكس بعض الناس اللي اتكلموا فيه، ماتش لبنان صعوبه الماتش في التكتل الدفاعي بتاع لبنان ما كانش ليه عدم كفاءه لعيبه المنتخب، بالعكس مع التكتل الدفاعي قدرنا نخلق 5 6 7 فرص، زي اللي حصل مع الجزائر. الجزائر كانت منطلقه جدا قدام السودان في الماتش الاول، بعد كده التكتل الدفاعي صعب مظبوط جدا الجزائر، يكاد يكون ان هم كسبوا 1-0 مش 2-0 يعني. 2-0 مظبوط، فازوا بصعوبة. طيب الكلام ده جميل جدا، الناس يا كابتن نادر برضو بتبص لقدام شوية، فقال لك بس الجزائر أقوى فريق أو أول فريق قوي سيواجهه كارلوس كيروش اللي بيجرب لسه، وبالتالي هي مباراة كمان صدارة مجموعة، وبالتالي ممكن تحدد طريقك ماشي إزاي مع قوي في الدور اللي جاي ولا مع أقل قوة في الدور اللي جاي. فالناس بتتكلم على الماتش اللي جاي، هل تراه اختبارا حقيقيا وكيف ترى ضرورة تعامل كيروش مع المباراة دي؟ لا هو اختبار من الناحيه الدفاعيه، احنا افضل من الجزائر من الحقيقه بجميع الخطوط، من اول حراسه المرمى لغايه المهاجمين. احنا عندنا حلول جماعيه في اللعب الجماعي، عندنا حلول فرديه من خلال لعيبه عندهم كفاءه فرديه، عندنا سرعه، عندنا قوه. الحقيقه انا شايف ان احنا افضل كتير جدا من منتخب الجزائر. منتخب الجزائر بيعتمد على 2 3 لعيبه ومن الناحيه الهجوميه، لو احنا قدرنا، وعندهم شراسه شويه في اول ربع ساعه 10 دقائق. انما انا شايف ان احنا افضل فريقين في البطوله من وجهه نظري الى الان هي مصر والمغرب، وانا اتمنى ان احنا نكون في صداره المجموعه عشان ما نقابلش المغرب، لان توقعاتي ان احنا لو ما قابلناش المغرب في الدور اللي بعد كده احنا رايحين للنهائيه. رايحين النهائي، كلام جميل جدا ومحترم الحقيقه. مين رجل المباراه من وجهه نظرك؟ اختير حسين فيصل من اللجنه المنظمه، لكن من راي نادر السيد ايه؟ احمد رفعت. احمد رفعت ليه؟ احمد رفعت اتاخر كتير قوي. احمد رفعت من اللعيبه، من افضل اللعيبه من وجهه نظر المتواضعه من زمان جدا. وحسين فيصل يعني بكل تواضع، بكل تواضع الحقيقه، انا لما شفت حسين فيصل في نادي الزمالك وهو كان لاعب تحت 20 سنه تحت 19 سنه، انا شخصيا وقبل ما ادخل في المجال التدريبي وقبل ما اتكلم انا قلت حسين فيصل كان بيلعبوه ناحيه شمال، هاف ليفت او هاف رايت. انما انا شايف حسين فيصل بمهارته هو لاعب وسط مهاجم، ايوه لاعب في الاطراف، معايا؟ عنده قدره، فتلف الوقت ولف الزمن ان ب ب يعني ياكد وجهه نظري في حسين فيصل. كيروش ان هو بيلعبه بنفس المكان، في نفس المكان اللي انا كنت شايفه في المكان ده. فاعتقد ده كان اختبار ل ل ل لامكانياتي ككوتش الحقيقه يعني. فانا شايف الحقيقه ان حسين فيصل، بس انا شايف ان احمد رفعت الحقيقه لاعب ممتاز ممتاز يعني. طيب شايف ازاي حسين فيصل انه بقاش لاعب في الزمالك؟ بسألك كزملكاوي حضرتك كابتن نادر، وبسألك يعني كمتابع للقصه بالنظر لانه كمان نجلك كان في نفس التوقيت بينتقل لرحله احتراف خارجيه في البرتغال احمد نادر السيد، يعني شفت ازاي انتقاله؟ هل خسره الزمالك وهل قصر الزمالك في الحفاظ على موهبه؟ ما اقدرش اقول الزمالك، انما اقدر اقول المسؤول الفني يعني. ما اقدرش اقول الزمالك بشكل عام، انما في الاخر هي قرارات للمدير الفني، باحترام الكامل لكفاءة كارتيرون، مع احترام الكامل لكفاءة لباتشيكو، لأي مدير فني بيجي في مصر كلها، احنا بنسلمه المفاتيح ونقول له أنت مع نفسك. حتى في الأهلي، حتى في يمكن اللهم إلا الأهلي دلوقتي شوية، إنما يا جماعة
كون ان انا حتى في اي نادي في مصر ان انا اسلم مفاتيح الباب من بابه للمدير الفني اللي هو ممكن يستمر ماتش واثنين وثلاثه واربعه وبعد كده يمشي، ده مش صح. يعني ده مش صح، لان في الاخر لازم يكون في اداره مسؤوله عن كره القدم من جميع النواحي، سواء كان على الخطط قصيره المدى او طويله المدى. انما ما ينفعش ان انا اقول للمدير الفني بص انا هوفر لك كل حاجه عشان ما بقبلكش حاجه. طب اوكي، مدير فني اكس مثلا، مش لازم، مش قصدي الزمالك، الزمالك او غيره، سلمت المفتاح وبعد كده مشى 10 لعيبه وجاب 10 لعيبه وخسر خمس ماتشات، طب يبقى انا عملت ايه؟ الكلام ده بالظبط قاله لنا الكابتن اسامه نبيه في تصريحات نشرناها من شويه، انه هو نفسه راح قال في لعيبه لازم يتعمل لها عقود وتطلع اعاره، ما تمشيش فري، طبعا حتى لو كان طبعا كارتيرون رايه كده، او وافقت اللجنه طبعا. بقياده الكابتن حسين السيد في النقطه او ملف الكوره يعني. انا جدا بأيد كلام اسامه، ان اللعيبه، وانا كنت معاك كذا مره هاني وقلت لك ان نادي الزمالك مش هيقوم الا بقطاع نشيد، قطاع نشيد في نادي الزمالك قطاع مميز جدا جدا جدا. يعني اخر فرقتين اللي هي فرقه 2003، بما ان انا كنت دايما بحضر الماتشات بتاعتهم، اللي هي فرقه احمد اصلا عندهم خمس ست لعيبه مميزين جدا، فرقه 2001 اللي هي الفرقه الاكبر دلوقتي عندهم لعيبه مميزه جدا، الفرقه اللي كان فيها حسين فيصل كان فيها لاعب اسمه هاني رشدي كان لاعب مميز جدا، فكان ده كان ممكن يكون 60 او 70% من كان فرقه الزمالك. مفهوم. فانا بأيد جدا كلام احمد بيلعب في البرتغال اعاره ولا بيع ولا؟ لا، احمد اعاره، احمد اعاره. اعاره لمده موسمين، قعد في اعاره مده موسمين، وبعد كده بعد الاعاره دي بنحدد ايه اللي هيعمله بنية بيع؟ الاول والاخر. طبعا الاولويه، لا مش بنيه بيع، بنية. الاولويه في الاول والاخر نادي الزمالك اللي رباه يعني، طيب. انما احمد اعاره، وبعد كده ان شاء الله يعني يكون يعني نشوف المستقبل ايه اللي طيب، هيحصل. هرجع لبطولة كأس العرب في سؤالين، سؤال يخص منتخبنا عايز رأيك، وسؤال يخص نادر السيد نفسه عايز تمام إجابتك. السؤال الأولاني عن، قلت إن مباراة الجزائر، إحنا أفضل من الجزائر، ويمكن دي ايوه وجهة نظر غير شائعة، لأنه الكل رايح في إنه الجزائر هو البعبع الإفريقي دلوقتي لا في الفترة الحالية، ليه شايف إن منتخبنا أفضل؟ هل من واقع ماتش الجزائر النهاردة قدام لبنان، ولا من واقع القايمة، ولا من أي اتجاه؟ لا، انا من واقع الحلول زي ما قلت لك، ان الجزائر عندهم بغداد بنجاح، عندهم ابراهيمي، عندهم بعض اللاعبين المميزين ما فيش شك، انما احنا افضل بكثير بمراحل. الجزائر عندهم شراسه في البدايات كفرقه، اصلا عندهم تجانس، لان هم اصلا مش هنقول ان هم ينقصهم محرز يعني فقط لا غير، يعني كلاعب مهم. انما فرقه الجزائر هي فرقه بقالها فتره طويله بتشتغل مع نفسها، مع احنا لسه فرقه جديده في التكوين. انما انا شايف الحقيقه ان احنا افضل بكتير من جميع النواحي على جميع الخطوط، يعني دفاعيا حجازي والونش والسناوي، هجوميا عندنا حلول كتيره قوي ممكن ان احنا نلعب بيها او نلعب معاها، سواء شريف ولا قفشه ولا حسين فيصل دلوقتي، ولا احمد رفعت، ولا مصطفى فتحي، ولا زيتو، السوليه بيشتك كمان، ايمن اشرف النهارده في نص الملعب مكان، يعني بالعكس يعني بقى في مرونه كبيره جدا في اختيارات كيروش. وبعدين انا اللي اتعلمته وشفته واستفدته طول حياتي شخصيه الفريق من شخصيه المدرب، يعني مش قصدي شخصيه المدرب اللي هو بيزعق لا، هو شخصيه قويه جدا وعنده ثبات انفعالي، فبيطبع شخصيته على الفريق على طول. فدايما لما تشوف فريق مفكك يبقى الشخصيه مفككه بالنسبه للمدير الفني. تمام. انا بتكلم على، لان اي كيان فرقه هاني بيبقى ثلاث حاجات، بيبقى اكيد نواحي خططيه بالنسبه للشكل الخططي بالنسبه للفريق، النواحي المهاريه في تنفيذ الخطه، والاهم من ده كله هو الشخصيه. شخصيه الفريق بتبقى مهمه جدا. طيب، احنا افضل من الجزائر. ممتاز، وضحت كده تماما اسباب وجهه نظرك دي. عايز اروح بقى للفريق اللي بيقوده فنيا الكابتن نادر السيد، تمام. اللي النهارده كان بيحلل مباريات في بطوله كاس العرب، ف الناس كتبت عناوين انه نادر السيد يترك الفريق من اجل تحليل المباريات، والنادي نفسه شباب طميه نزل بيان من شويه بيقول فيها انه ده بسبب تعاقد سابق بينك وبين القناه قبل ما تتعاقد مع النادي، فكان الامر متفقا عليه. عايز يعني تفاصيل او وجهه نظرك او معلوماتك يعني. بص، انا دايما من الـ يعني اتعلمت في حياتي من الكابتن جوهر الله يرحمه، ولازم الحق يتقال، ان دايما الواحد انسان يخلص في التزاماته واتفاقاته. الحقيقه طبعا بغض النظر حجم الفريق، سواء حجم كبير او صغير، انما انا سعيد جدا بالمشوار، مش بالتجربه، بالمشوار.
وفي نفس الوقت كمان العلاقه علاقه طيبه جدا، وارتبطت بعلاقه قويه جدا مع اللعيبه ومع مجلس الاداره. فعشان كده انا طلبت قبل كده من مجلس الاداره ان يا جماعه خلي بدايه المشوار من بعد بطوله العرب، لان انا عندي اتفاقات وتعاقدات مع قناه الكاس من قبل البطوله العربيه من شهر 10 او ايوه من شهر من فتره طويله. تمام. فقالوا لي لا يا كابتن، انت لازم تدخل دلوقتي عشان احنا محتاجينك وجودك معانا تمام. علشان تتعرف اكتر وتشوف الفرقه اكتر وتشوف ايه الاحتياجات بتاعتنا في يناير الجاي، بدل ما ناجل لغايه 18 ديسمبر فهيبقى بعيد. وده فعلا حصل، ورغم كانت الفتره قصيره اشتغلت مع الفرقه واشتغلنا على ماتش المنيا اللي فات وادينا ماتش كويس جدا، بس في الاخر كان في اتفاق مسبق ما بيني وما بين الاداره اني وانا حاولت الحقيقه، بس حاولت ان انا اجي على الماتشات يعني مع بدون تفضل على حد تمام على حسابي الشخصي سواء كان تذاكر السفر تمام رايح او جاي. بس القوانين صارمه جدا، يمكن انت ادرى وتعرف، صارمه جدا في قطر ان اي في بلاد معينه منها مصر والامارات وغيرها وغيرها وغيرها، ان لازم لما يجي على قطر لازم يكون في حجر صحي بدون اي استثناءات من اي حد لمده مفهوم اسبوع. صح. فكان صعب جدا ان انا اروح واجي ادخل حجر صحي، يعني انا كنت بالعكس انا حجزت التذاكر اصلا ان انا هاجي في طيارات معينه بالليل، برجع بالليل على طول بعد الماتش واكمل وبعد كده اجي الماتش اللي بعده. وفي نفس الوقت كمان انا خلاص اللعيبه عرفنا بعض كويس قوي، الجهاز الفني اللي موجود، فؤاد سلامه موجود، رئيس النادي استاذ محسن جميل حقيقه من الشخصيات المحترمه اللي في تواصل ما بيننا وبين بعض، يعني حطينا النقط فوق الحروف تمام، وشغالين عليها يعني. ممتاز، ربنا يوفقك ويعينك. وبشكرك كابتن نادر السيد، نجم حراسة مرمى منتخبنا الوطني وقائد الفراعنة السابق والمدير الفني لفريق شباب طمية الحالي. طيب خليني قبل ما أطلع لفاصل نشوف شكل المجموعات بعد نهاية الجولة الثانية. الجولة الثالثة هتبدأ بعد بكرة إن شاء الله يومي الاثنين والثلاثاء، وهتبقى كل مجموعة بتلعب في نفس التوقيت. قطر تأهلت ب6 نقاط، العراق نقطتين، عمان نقطة، البحرين نقطة، يعني صراع ثلاثي على بطاقة ثانية ضمن المجموعة الأولى. أما الثانية فالإمارات تأهلت كمتصدرين، تونس وسوريا يتصارعان بعد ما على مستوى المواجهات المباشرة سوريا كسبت تونس، لكن الماتش اللي جاي بقى تونس هتلعب مع الإمارات اللي متأهلة كده كده، سوريا تلعب مع موريتانيا اللي بلا طموحات، يعني لسه ليها طموح بس طموح صعب قوي ان هي تبقى في البطولة. فمين فرصه اسهل؟ يبدو سوريا، يبدو كده. المجموعة الثالثة المغرب متأهلين كمتصدرين، 6 نقاط، انتصارين، 4 اهداف في كل مباراة، الاردن 3 نقاط، السعودية نقطة، فلسطين نقطة. وده صراع مهم بالنسبة لنا لانه هنلاعب الفريق الثاني لو تصدرنا والاول لو اصبحنا في الوصافة. مصر متأهلين 6 نقاط، الجزائر نفس القصة، يلتقيان من أجل الصدارة يوم الثلاثاء، لبنان بلا نقاط ودعت هي والسودان من البطولة من الدور الأول. هنشوف رأيكم كمان شوية، لكن عايز أقول لكم إنه سؤال الحلقة بتاعنا النهاردة على الفيسبوك، على تويتر، على إنستجرام، بنسألكم على رأيكم في مستوى منتخبنا الوطني اليوم أمام السودان بكل حرية. عجبكم كيروش، ما عجبكمش كيروش، عجبكم لعيب، ما عجبكمش لعيب، كل التعليقات هنقراها سواء على صفحاتنا المختلفة أو على رقم الرسائل القصيرة 2320 في وجود الكابتن أحمد مجدي نجم الزمالك ومصر السابق. يوم الخميس فقدنا اسما من الأسماء المحترمة جدا، وهي دي الحياة، فجأة شخص تبقى بتحترمه جدا، بتحبه جدا، بيحبه الجميع، بيحبه الكل، بيحبه سواء كلاعب أو كمدرب أو كشخص، و يكون في كامل الصحة، لكن هي الحياة بنفقده، بيتوفاه الله. الكابتن أدهم السلحدار لم ألتقي به إلا مرتين، لكن شخص في قمة الاحترام، تحب الفواصل في حلقات بتستضيفه فيها علشان تبقى عندك فرصة تتكلم مع الشخص مش مع المدرب. مات الكابتن أدهم السلحدار بعد مباراة المجد مع الزرقاء في الممتاز به يوم الخميس الماضي ضمن مجموعة الفريقين في الممتاز به. سجل فريقه هدفا فاز به في الدقيقة الأخيرة، احتفل وسجد ثم أصيب بأزمة قلبية. خالص العزاء لكل أسرة الرياضة المصرية، لكل أسرة الإسماعيلي والإسماعيلية،
لكل محبي الكابتن أدهم الصلاح دار وما أكثرهم، لأنه كان في مظاهرة حب خلال اليومين الماضيين استحقها جدا الكابتن أدهم الصلاح دار، لكن لا نزكيه على الله، ربنا يا رب يرحمه ويلحقنا به في الجنة ويصبر كل أهله وكل أحبابه. الزميل أحمد شاكر أعد هذا التقرير عن كيف كان الكابتن أدهم الصلاح دار ومدى حبه لنادي الإسماعيلي ومدى إخلاصه في العمل لهم سواء كلاعب أو كمدير فني، من خلال مقتطفات من حلقة سابقة كنا قد استقدمنا فيها الكابتن أدهم الصلاح دار بسبتمبر سنة 2020. نشوف التقرير وبعد الفاصل نلتقي من جديد، خليكم معنا في الماتش. الهدف القاتل، كلمة يرددها المعلقون ويتغنى بها المشجعون، لكن الساحرة المستديرة قررت أن تلقي بملحمة درامية تحول روايات البلاغة في التعبير إلى واقع مؤلم في دقائق مجنونة، اختلطت فيها مشاعر الفرحة الطاغية برائحة الموت لتسجل ستار نهاية أحد أهم نجوم الكرة في مصر والإسماعيلية خلال حقبة التسعينيات. رحت النادي الإسماعيلي، كابتن شحتة قال لي إحنا هناخدك ولو حتى ب100,000 جنيه. وسط لحظات احتبست فيها حرفيا الأنفاس خفق قلب أدهم الصلاح دار المدير الفني لفريق المجد السكندري وهو يتلهف لإحراز فريقه هدفا يقلب به موازين اللقاء الزرقاء ضمن مباريات القسم الثاني، من دون أن يدري أن الفرحة ستكون الأخيرة وأنه سيخر ساجدا بعدها شاكرا المولى عز وجل، مودعا كل من شاركه لعبة الموت، مكتفيا بهذا القدر من أداء دور المخرج على مسرح دفع حياته ثمنا للاختلاط به، لاعبا ماهرا ومدربا متميزا. ان انا النادي الاسماعيلي يختارني ده اصلا في حد ذاته فخر كبير قوي قوي. غادر الصلاح دار مسرح الدنيا، غادره بمشهد يخلد اسمه ويحفره في ذاكرة كرة القدم، ويؤكد مجددا ان الساحرة المستديرة لم تبح بعد بكل اسرارها، وكما تقدم لنا البهجة فإنها تحمل بين تعريجات جلدها المنفوخ دراما مؤلمة. سعادتي يعني أن أنا أرجع بيتي بعد 22 أو 23 سنة كمدرب، وأن أنت تشوف ذكرياتك الحلوة جوه النادي والناس القدام اللي أنت كنت بتتعامل معاهم، حتى أوضة اللبس، المطعم، المطبخ، إيه الناس الجميلة ديت يعني. فطبعا كنت سعيد جدا جدا جدا. صعدت روح أدهم الصلاح دار إلى بارئها تاركة لنا اللغز دون حل، فكما هي قادرة على إسعادنا وإزالة الاكتئاب من ضغوطات هنا أو هناك، فهي بنفس القدر وبنفس المشاعر ونقيدها قد تمنحك تذكرة نهاية الرحلة، وستفرح مميتة بهدف وانتصار أو حزن بخسارة وانكسار. برضو لازم نقدم بالكيان، وما تزعلوش مني، أنا بحب الكيان زي ما أنتوا بتحبوه، واللي يحب ما يقرأش، ولو سمحت لو سمحت أقف ورا النادي الفترة اللي جاية، فترة عصيبة على الكل، فلو سمحت كلنا نقف ورا النادي، اللي بيحب واللي بيقرأ واللي عنده مصالح، شيل كل ده ورا دماغك واتجه ورا الكيان. رحم الله أدهم الصلاح دار صاحب الخلق الرفيع والسيرة الطيبة. رحمة الله للكابتن أدهم الصلاح دار وخالص العزاء لكل محبي ولأسرة الرياضة المصرية وتحديدا الإسماعيلي ناديا وجماهير. النهاردة في الزمالك أصيب المدير الإداري الكابتن عمرو أبو العز بفيروس كورونا، أو عينته كانت إيجابية طبقا لما أعلن الدكتور محمد أسامة. أبو جبل وعواد وأوباما انتظموا في المران، وراحة لطارق حامد وإمام عاشور في داخل القلعة البيضاء في الوقت اللي رزاق سيسي خاض مران الفريق النهاردة. أما في الأهلي ف
حالة رفض واضحة لرحيل عمار حمدي من الفريق، وحالة رفض لرحيل أليو ديانج أو حمدي فتحي قبل مونديال الأندية، يعني لغاية نهاية الموسم لا رحيل في يناير طبقا لما قررته إدارة الكرة في النادي الأهلي، حتى إذا كان اللاعب ما بيلعبش بانتظام. وهنا كلامنا على عمار حمدي اللي جاي له عروض محلية في يناير لكن الأهلي بيرفضها. بالمناسبة الأهلي جاله تأكيدات أن مباراته في السوبر مع الرجاء البيضاوي المغربي هتكون يوم 24 من شهر ديسمبر الجاري إن شاء الله. بكرة عندنا المصري هيلعب مع ريفرز يونايتد، والفريق المصري الآخر بيراميدز هيلتقي مع مانياما. المصري كانت غلب 2-1 وحصلت شوية مشاكل كده على مستوى البيانات لا داعي لها، وياريت أبدا ما تنجروش لحاجة زي دي، حتى لو هزار، حتى لو هزار بتكلم مع المشجعين، حتى لو هزار ما تهددش، ما تزودهاش وانت بتتوعد كرويا تروح داخل في توعد يوديك في سكة الجنائية، لان حتى لو انت بتهزر ممكن حد يقرأ تعليقك فيمشي معاه فيسخن على الفاضي، هتضر نفسك وهتضر البلد وهتضر كل حاجة حواليك. فالكورة كورة، حبك لناديك حبه بإخلاص لكن من غير ما تضر نفسك ولا تضر حد معاك ولا تضر صورة ناديك اللي انت اصلا سبب هجومك هو الدعم. فطبعا امنيا الكلام ده ما ينفعش هزار. المصري اتغلب 2-1 ذهابا ووسط ما وصفه بالمضايقات، دلوقتي قدامك ارض الملعب تكسب جوه ارض الملعب 1-0 تأهلك، العب على ده، اكسب، انسى الحكم، انسى اللي حصل في ماتش الذهاب لو كان بهذا العنف، يعني زي ما بتقول ان الحكم جه علينا والناس ضايقتنا. اكسب يا مصري، انت وراك جمهور كبير وانت فريق مش صغير، انت فريق كبير وانتوا مجلس اداره ليكم في الملعب تكسبوا اللعيبه. والكابتن احمد شديد قناوي بخبراته هو كان طالع مستاء جدا وكتب بوست بينتقد فيها بعنف ما تعرض ليه المصري هناك، لكن لا، قدامكم بكره 90 دقيقه مع فريق مش مستحيل ابدا الفوز عليه. قائمه ابطال المصري البورسعيدي اللي هيلعبوا جوه ارض الملعب ان شاء الله برجوله كالتالي: حراسه المرمى احمد مسعود وعصام ثروت ومحمد شحاته، الدفاع كريم العراقي، عمرو موسى، اسلام صلاح، احمد شديد قناوي وحسن علي. اما خط الوسط فبيضم كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، ايزي اميكا، محمد عنتر، زياد فرج، وفي الهجوم اسلام عطيه، محمد جريندو، حسين رجب، اوستن اموتو. البيراميدز على جانب اخر كان كسب 1-0، فتبدو اموره ناحيه التوجه الى المجموعات للمره الثالثه على التوالي باذن الله اسهل وان شاء الله مش صعبه على الاطلاق، او ما فيش اي ظروف كرويه تصعبها عليه جوه ارض الملعب ان شاء الله. طيب خليني اقول لكم انه الفرقه كلها بتستعد للدوري او عوده الدوري يوم 20 ديسمبر ان شاء الله، فماتشات وديه بتتلعب. فاركو هيلعب 3 ماتشات وديه، الاسماعيلي النهارده كان بيلعب مباراه وديه وكسب بلبيس بهدفين دون مقابل، طلائع الجيش هيلعب مع المقاولين العرب وديا يوم الاثنين اللي جاي، فكله بيلعب بعضه بشكل تجريبي علشان يستعد لعوده الدوري ان شاء الله. طيب النهارده عارف ان انا طولت شويه بس عايز اجري. النهارده اعلنت فرانس فوتبول عن الاسماء اللي صوت لها الصحفيون حول العالم حتى تخرج لنا كمجموعه اصوات: ميسي افضل لاعب، ليفاندوفسكي ثانيا، وصلاح سابعا، وجورجينيو ثالثا، وكانتي سادس خامسا بعد بنزيما. فبقينا عايزين نعرف مين صوت لمين. البعض بياخدها بانه ازاي يا راجل يا افريقي ما تصوتش اللاعب افريقي زي محمد صلاح، والبعض يقول لك يمكن ده رايه، انا ما اقدرش ادخل في النيات، وبتكلم برضو على العربي، ازاي العربي ما يصوتش قبل كده، المصري نفسه ما صوتش لصلاح. انا وجهه نظري عشان تبقى عادله اكتر انه الواحد يختار اللي شايفه احسن، لكن انا عمري ما هعرف ادخل في النيات. فهل الاختيار ده اختاره مجامله حبا فيه عشان مصري او عربي ولا افريقي فصوت له عشان عربي، ولا ما صوتلوش عشان مش عايز لاعب افريقي غير اللي في بلده ياخدها؟ ما نقدرش ندخل في النيات. فحلها الوحيد ان الواحد يختار اللي مقتنع بيه، بس انت هتضمن منين ان الناس بتختار اللي مقتنع بيه؟ ده الكونفليكت او اللخبطه، مش هعرف احكم عليها. لكن هزعل اكيد، هزعل ان كان ممكن صلاح ياخد اصوات اعلى او نقاط اعلى لو كان خد اصوات من ناس كنا نتوقع ان هم يصوتوا له بكل تاكيد، لكن من حق اي حد يصوت للي هو عايز، ومش هدخل في النيات.
طيب تعالوا نشوف اهم ما جمعناه وزميلي محمد منير جمعها من اصوات من صوتوا للاعبين ليحصد صلاح نقاطا تجعله في المركز السابع. يلا بينا. الدول اللي ادت لمحمد صلاح المركز الاول طبعا مصر مبدئيا، وهي الاستاذه ايناس مظهر، وصوت له ايضا من الصحفيين الفلسطيني والعراقي والاردن واليمن وجنوب السودان ومملكه بوتان اللي هي فين؟ في اسيا، جنوب اسيا. الصحفيين اللي من الدول دي صوتوا لمحمد صلاح ضمن الخمسه، ومش بس ضمن الخمسه بل اول واحد في الخمسه، فخد اعلى نقاط من خلالهم. طيب ماذا بعد؟ في كمان اسماء صحفيين من دول مختلفه. مبدئيا الاستاذه ايناس مظهر صوتت ترتيب اسمائها: صلاح مركز اول، بنزيما تاني، ميسي تالت، ليفاندوفسكي رابع، وكانتي خامس. كانت قالت ان انتصار ميسي كان مفاجاه بالنسبه لها، وتوقعت ان ليفاندوفسكي ممكن يبقى هو اللي ياخد الاول، لكن طبقا لتصويتها فاختارت صلاح اول وبنزيما تاني وميسي تالت وليفاندوفسكي رابع وكانتي خامس. في بقى الناس برضو راحت للأفارقة وراحت للعرب وفين تصويتهم، فلقينا انه في 54 دولة حول العالم صحفيوها، اللي هو صحفي في كل دولة من دي، لم يختر صلاح أساسا، ما اختارش أساسا صلاح، ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. اوكي، 126 دولة صحفي، 126 صحفي من دول مختلفة لم يصوت لصلاح، منهم الناس راحت مركزة مع موريتانيا باعتباره عربي وافريقي، لبنان عربي واسيوي، الجزائر عربي وافريقي، تونس عربي وافريقي، سوريا عربي اسيوي، صومال عربي افريقي، فما صوتوش اصلا لصلاح. لكن 54 دولة حول العالم اختاروا صلاح اول بقى او غير اول. طيب برضو مثلا الصحفي البرتغالي، الناس بصت لقيته ما صوتش اساسا لرونالدو ولا واحد من الخمسه. اختار بتاع البرتغال ده اختار كانتي في الاول، واختار ليفاندوفسكي بعديه، واختار مبابي وجورجينيو، واختار صلاح خامس بتاع البرتغال، وما اختارش كريستيانو. فهي بتبقى في النهايه بتقعد تستغرب شويه وبتقعد تتساءل، لكن لا اجابات الا من صاحبها، يعني انك تساله ليه. طيب النهارده اوروبيا حصلت نتائج غريبه قوي في انجلترا تحديدا. في خلال اليوم الواحد تشيلسي بدا اليوم متصدرا، انهى اليوم مش متصدر، لكن ليفربول خد منه الصداره خلاه تاني، سيتي راحوا كسبانين فخدوا الصداره من ليفربول وتشيلسي، وفجاه بدا تشيلسي اليوم اولا واختتمه ثالثا، واصبح المتصدر النهارده هو مانشستر سيتي. نتائج النهارده توتنهام، مش توتنهام عفوا، ويست هام كسبوا تشيلسي بنتيجه 3-2، التقدم مرتين لتشيلسي ضاع بانتصار متاخر لويست هام تحت قياده المدرب القدير مويس. نيوكاسل كسبوا بيرنلي بهدف دون مقابل، ساوثهامبتون اتعادلوا مع برايتون 1-1، ليفربول في الدقيقه الاخيره اوريجي صاحب الاهداف الحاسمه بصناعه صلاح فازوا على ولفرهامبتون، مانشستر سيتي كسبوا واتفورد 3-1 ونالوا او قبضوا على الصداره. وتشيلسي لازم يركز، الغيابات ممكن تكون مؤثره، ممكن مندي اخطا النهارده خطأين، عادي جدا عادي جدا مندي يغلط، اي حد يغلط، لان هو اتهز سواء بضربه الجزاء اللي عملها مندي او دي الماتشات بكره بالمناسبه، خلاص الناس شفتوها انتوا اعتقد. مندي اخطا في ضربه الجزاء، استلم الكره غلط او قرر غلط، ما شطش على طول، ما شتتش، ما بصاش، فحاول يحضن عليها، فالكرة طولت منه، فجاء مهاجم ويست هام قطعها منه، فراح عمل ضربة جزاء كان بيها هدف أول لويست هام. وفي آخر ماتش كرة غريبة قوي، الكرة اللي قدامنا دي مين اللي سجله الجول ده؟ ده كان ماسوكو، عمل كرة عرضية كده من قدام لوفس شيك، فكان مندي طبيعي رايح على الدايرة متوقع ان الكرة هتدخل يعني عادي ترفع جوه منطقة الجزاء، فجأة لقاها في الشباك، الكرة لفت بشكل غريب، أنا قعدت أقول هي خبطت في رجل لوفس تشيك ولا لا، بس هي ما خبطتش، فلم يكن يوما سعيدا على مندي، لكن ده لا يقلل ابدا من احد افضل حراس مرمى العالم من وجهه نظري. مين ده؟ امجد بيقول لي طبعا عشان صديق البرنامج، بس هو مش عشان صديق البرنامج، عشان انا شايفه من احسن لعيبه العالم، وعشان بشجع تشيلسي شويه. طيب اما في ايطاليا فميلان تمسك بالصداره النهارده لما كسبوا ساليرنتيانا بنتيجه 2 دون مقابل،
وايضا نابولي اتغلب من اتلانتا 3-2، وانتر ميلانو كسبوا روما في شوط اول بس 3-0، منهم هدف لجيكو اللي رفض الاحتفال وهو بيسجل الهدف الثاني في مرمى فريقه السابق فريق روما. بعد المباراه مورينيو راح مهزر كده مع الصحفيين بيسالوه اتغلب 3-0، قال لهم مش هرد على اسئلتكم، انتوا عارفين انا شغلانتي اتقل منكم بكتير، عشان كده باخد منكم فلوس كتير. نابولي في ايطاليا النهارده زيه زي تشيلسي، بدا الجوله اول الدوري واختتم الجوله ثالثا خلف انتر ميلانو، وفي الصداره ميلان 38 37 36، ده الشكل. طيب دي اخبارنا، بعد الفاصل هينورني الكابتن احمد مجدي نجم نادي الزمالك السابق واللي بحب جدا تحليله، اتكلم بقى في كيف فكر كيروش وماذا استفاد كيروش من مباراه السودان النهارده، وكيف يواجه الجزائر في لقاء الثلاثاء بعد الفاصل في الماتش. لكن قبليه تعالوا نشوف رايكم انتوا، لما نزلنا بكاميرا الماتش سالناكم رايك ايه النهارده في فوز مصر على السودان 5-0 في كاس العرب. يلا بينا. رايك النهارده في اداء منتخبنا الوطني والفوز بخماسيه على منتخب السودان؟ لا النهارده المنتخب لعب حلو جدا جدا، والفرقه كانت بتعمل 1-2 والاجوان كانت كتير الحمد لله، والماتش لا كان عالي قوي قوي، اللعيبه كانت متجهزه ومتدربه على الماتش، يعني تقدر تقول اتدربوا كويس واللعب كويس جدا جدا النهارده، وكلنا طبعا فرحانين بالاداء ده، اهم حاجه ان احنا نكمل في الماتشات اللي جايه باذن الله. والله النهارده المنتخب ادى اداء كويس الحمد لله، وقدم كوره كويسه، وان شاء الله باذن الله احنا عايزين افضل من كده من المنتخب. ماتش الجزائر اللي جايه، الجزائر فرقه قويه والماتش هيبقى صعب، بس ان شاء الله باذن الله هنعديه بفضل اللعيبه، اللعيبه عايزه تفرح كل المصريين. والله الاداء كويس بس النهارده مش مقياس، يعني احنا بنلعب منتخب مش قوي، اهم حاجه ماتش الجزائر هنعرف احنا وصلنا لفين وهنعمل ان شاء الله. يعني الاداء كويس النهارده رغم ان التشكيل بصراحه كان في البدايه غريب، احنا مش عارفين مين راح فين ومين بيلعب فين ولخبطنا مراكز وكده، بس هو برده السودان فرقه قليله، عشان برده نكون ايه بنتكلم بصراحه، فرقه قليله جدا. ماتش جميل بصراحه، جميل احمد فتوح الونش، لا في حركه من اللعيبه، لا جميل جميل جدا، بس كان نفسي محمد صبحي يلعب بصراحه، هنتفرج عليه. والله الاداء مش احسن حاجه، بس لازم ننتشر كتير مع المنتخب عشان ده يكون احسن، لازم المدرب يحط اللعيبه في مركزها ويبقى ده احسن. ده بصراحه يعني ما نبصش للنتيجه طبعا، احنا نبص للكور، هو المنتخب السودان ما بيعرفش يلعب، هو ضعيف، منتخب ضعيف، يعني هنشوف منتخب مصر بجد لما يلعب مع منتخب الجزائر، بس هو هيشوف بقى هيظهر فعلا اداء المنتخب واداء المدرب، انما طبعا ما نقيمش بالخمسه ولا الشغل ده. المنتخب كان كويس النهارده والله، يعني اداء ممتاز، ما نقدرش نقول حاجه، كسبانين 5-0، بس الفكرة ان هو كان النهاردة بس، يعني عشان برضك منتخب السودان منتخب ضعيف شوية وعلى قده، بس يعني هو المنتخب يجي منه، يعني هو سكواد قوي جدا، يعني السكواد يعني حتى من غير الدوليين، من غير صلاح والنني والناس ديت، هو منتخب قوي جدا. بدأنا هذا التعاون منذ 2016، وهو تعاون طويل المدى لمدة 8 سنوات. بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو الحضارية، هي رياضة تضم الكل وترسخ مبادئ التعاون، رياضة جماعية، وهذا يعكس المبادئ الخاصة بنا. اخترنا إفريقيا لكونها أكثر القارات نتواجد بها، فنحن نتواجد في هذه القارة منذ 90 عاما، نتواجد في 40 دولة، ونمتلك 4000 محطة، نخدم يوميا مليوني شخص. كنت محظوظا بالتواجد في بطولة افريقيا 2019، وتواجدت بالمباراة الافتتاحية، لا يمكن ان تمحى من الذاكرة، ونشكر الحكومة المصرية على هذا التنظيم. واخيرا انا سعيد وفخور جدا بهذا الحدث. عندنا علاقات استراتيجيه تسمح ان احنا نتعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. اتكلمنا ازاي نستفاد من هذا الحدث، ان هو يجي يلف في القاهره كلها، وبعدين يختم جولته بالتواجد في هذا الصرح الكبير جدا، صرح نادي النادي او المدينه الرياضيه. كمان الحدث اصبح ان هو بيلقي الضوء على ما نمتلكه وما تمتلكه مصر،
هي بنسميه في علم التسويق الرياضي السيتي ماركتنج. السيتي ماركتنج ازاي تسوق المدن من خلال الاحداث. 2019 بدا من استقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، كان لازم يكون في احترام للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، احترمنا قراراته وتعاوننا كحكومة مصرية بدوري وبدورنا دون الدخول في التفاصيل الفنية، لكن الاتحاد الدولي تعاونا وبعد اجتماعات شكل او اعلن النورماليزيشن كوميتي، لجنة تسيير الاعمال، كل الاحترام والتقدير، وكان في خطة طريق وحصل في النص كورونا أدوا، لكن الاتحاد الدولي شاف ان هو يغير ومن تلقاء نفسه غير لجنة ثلاثية برضو تعاوننا، لم يكن هناك شيء من العنترية ونقول لا، تعاوننا بشكل مدروس جدا. وهذا التعاون في الحقيقة ظهرت مشكلة تانية، هو ان في خطة طريق 5 يناير لازم يكون في انتخابات، كان في مشكلتين. المشكلة الاولى هو ان كان 31/10 اذا تخطيناه بيوم هيكون الموضوع لن يتحقق، لان يتعارض قرار الاتحاد الدولي مع القانون المصري. كل الشكر طبعا لفخامه الرئيس لدعمه ان احنا نقدر نغير بشكل سريع جدا في احد الفقرات الاستثنائيه في القانون المصري حتى لا يكون هناك تصادما مع قرارات الاتحاد الدولي. غيرنا ده والحمد لله بقى ماشي معاه. ظهر مشكله تانية، لان الجمعيه العموميه من تلقاء نفسها اجتمعت وقالت احنا لازم نغير في اللائحه اللي اتعملت، لان احنا شايفين ان في مشكله. الاتحاد الدولي اعلن قال احنا مش موافقين على اساسا ان يتعمل جمعيه عموميه ولازم يكون في ضمانات ونعمل 5 يناير، ومش موافق على البنود. دي كانت مشكله كبيره برضو لم نتعامل معها بشكل او نعلن، بس احنا بنعلن بعد ما خلصنا المشكله. حصل تدخل طبعا، ده دور يعني الدوله المصريه ودور الوزير، اصبح او عملنا اجتماع هنا في القاهره وده مش قليل، و فسرنا ان احنا بالعكس احنا بنحترم قرارات الاتحاد الدولي و5 يناير مرتبطين بها حد اقصى، لكن ما كانش في موافقه على يعني بعض البنود. حصل موافقه على ان الجمعيه العموميه تعمل يوم 28، عملناها. بعد الجمعيه العموميه برضو كان في عدم موافقه على احد البنود. الحقيقه واحنا موجودين في البطوله العربيه في قطر اجتمعت مع مسؤولي الاتحاد الدولي وفسرت اكتر الموضوع بالتفاوض. الحمد لله جالنا موافقة أخيرا، وده دور الدولة المصرية. الموافقة إحنا خلاص يعني نشرنا في الوقائع الرسمية اللائحة، أصبح اللائحة معلنة. الخطة الطريق بتقوم بها اللجنة الثلاثية، إحنا كمان متابعين ده حتى قبل 5 يناير احتراما للاتحاد الدولي واحتراما لقرارات الجمعية العمومية وتزامنا في لجنة محترفين. إذن إحنا ماشيين مع منظومة بتتعدل. اهلا بحضراتكم مره تانية في الماتش. منتخبنا كسب النهارده منتخب السودان الشقيق في كاس العرب بخمسه اهداف دون مقابل في لقاء طرد منه لاعبان من لاعبي صقور الجديان. منتخبنا تاهل للدور المقبل، لكن تنقصه مواجهه في نفس المجموعه مع الجزائر لتحديد متصدر هذه المجموعه، وبناء عليها الطريق هذا المتصدر او الوصيف الى الدور او الادوار المقبله. منورني احد نجوم التحليل الكابتن احمد مجدي نجم الزمالك السابق. كابتن مجدي اهلا بيك. ازيك يا هاني، عامل ايه، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد كله لله. كويس؟ كله تمام. عشان شافك وحشنا. والله وانت كمان. حبيبي. طيب، النهارده كسبنا 5-0 بدون ما اقول اي مقدمه للسؤال، ايه رايك؟ في تحسن كبير في الاداء على ماتش لبنان والماتشات اللي كمان اللي قبليها في التصفيات. ولكن برضه لازم نحط في الحسبان، اشتغلت كويس، تحوست على الكوره، اشتغلت الاطراف اشتغلت عندك، اشتغلت في عمق الملعب كتير، خلقت فرص كتير سواء من كور ثابته او كور متحركه، بس برضه نحط في اعتبارنا ضعف المنافس طبعا. لان انت خلي بالك الضعف المنافس دايما بيخليك انت عندك اريحيه في اللعب، ولا في ضغط، ولا في حتى لما بيلعبوا مثلا في 40 متر بيلعبوا في مساحات دايما في ظهرهم، ما بيضغطوش كويس في وسط الملعب، فطبيعي جدا تبقى مفتوح جدا في المنطقه اللي ورا، والاطراف عندك ما بيدافعوش كويس. يعني لبنان رخمت شويه على منتخب مصر لان كانوا واقفين كويس في عمق الملعب والاطراف. لكن السودان ولا دفعت اللي هو الدفاع المتاخر. أيوة. ولا الدفاع المتقدم ولا الدفاع الوسط، يعني الدنيا كانت مفتوحه جدا جدا عندهم. لكن في تحسن في الاداء، في لعيبه دخلت برده جديده واشتغلت بطريقه كويسه، لكن يعني في تحسن. انا شايف ان تحسن الماتش على الماتش اللي قبل. عايز اتكلم معاك عن الاستفادات من المباراه، لكن الاول اسالك في رايك في التشكيل وترتيبتك انت للعيبه في الملعب كانت عامله ازاي، ال 11 الاساسيين لمنتخبنا. يعني
الوحيد اللي انا مختلف شويه في الشكل بتاعه ايمن اشرف لان ايمن ما لعبش قبل كده في المنطقه دي والمنطقه دي لها شغل معين. وخلي بالك في بس نقطه عشان الناس تبقى واضحه وصريحه، 4 3 3 فيها مشاكل في اللعب كتير. معنى ان انت لو عندك اتنين لعيبه البوكس تو بوكس اللي هو زي احمد سيد زيزو وايمن اشرف لو ما بيهاجموش دايما باستمرار هتبقى انت متكتف او انت اكنك ما بتلعبش ب 4 3 3 مالهاش اي لازمه. تمام. لو لعبت بالثلاثه اللي قدام بس انت خلي بالك انت شايل رقم 10 اللي هو منفصل عن العالم، منفصل عن العالم بالظبط. لكن هو الطريقه دي بالذات عشان تنفذها هي عاوزه شغل كتير جدا 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 وعاوزه الكثافه العدديه الهجوميه تبقى كبيره. صح. لكن مش موجوده لو انت هتلاعب ايمن اشرف واحمد سيد زيزو عشان يستلموا ويسلموا ما تلعبهاش احسن. تمام. فانت النهارده الكلام ده يظهر امتى؟ يظهر في الماتشات الثقيله او الكبيره. هل هتلعب بالثلاثه في وسط الملعب عشان يدافعوا بس او يسلموا ويستلموا بس؟ هتبقى مشكله كبيره، هتبقى انت منعزل بالثلاثه اللي قدام. حسيت ان ادوارهم الهجوميه النهارده مش مكتمله؟ النهارده مش هقدر احكم مكتمله ولا مش مكتمله. لا، عايز احكم في ضوء اللي شفناه النهارده بغض النظر المنافس ضعيف ولا قوي. يعني انت النهارده مثلا احمد سيد زيزو الوحيد اللي ممكن يعملها كويس عشان بحكم القوه البدنيه اللي عنده اللي هو بيلعب دايما على الاطراف، دايما ساعات بيخش جوه عمق الملعب فعنده الحته البوكس بوكس يعرف يعملها كويس. لكن ايمن اشرف هو لعيب دفاعي يعني دفاعي يعني رقم واحد دفاعي يعني دفاعي. افضل مميزاته دفاعيا لكن مش هيقدر يديك حته السرعه والقوه اللي مطلوبه في وسط الملعب والضغط والاستحواذ واللي هو يروح البوكس تو بوكس هتبقى صعبه جدا جدا عليه. لكن انا استغربت يعني انا كل التشكيل بالنسبه لي خلي بالك برضو الناس مش متابعه فيوتشر ان النهارده ان عمر كمال بيلعب اصلا باك رايت في فيوتشر. الناس مستغربه ان الناس بتتكلم ان الراجل اخترع المكان ده. دي مش مخترعه. لا هو مش مخترع. اللي نشكر عليه عمر كمال واحد هو كابتن علي ماهر ان هو لعبه في الحته دي. فانت برضو هيبقى رئه كبيره جدا لمنتخب مصر في القوه الهجوميه عنده. صح. قوه وسريع قوي يقدر يروح ويرجع عنده القوه البدنيه كويسه. فده برضو هيبقى مكسب كبير للمنتخب الفتره الجايه. لكن ايمن اشرف هو الحته الوحيده اللي انا مستغربها. وما احمد سيد زيزو شفته في وسط الملعب انا حابب ان احمد سيد زيزو يعني ممكن يلعب في الحته دي لو ما بيلعبش في الحته الهاف رايت ممكن يلعبها ويلعبها كويس جدا 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 يعني. طيب عمر كمال عبد الواحد ماك اتكلمت عليه كابتن مجدي لعب النهارده ظهير ايمن والماتش اللي فات لعب كبديل في نفس المكان واكرم توفيق هو اللي كان بيلعب اساسي في الماتشات السابقه، ايه الفرق بينهم؟ او ايه الادوار المختلفه اللي بتظهر في عمر وما بتظهرش في اكرم او العكس؟ عمر اقوى هجوميا لكن اكرم توفيق اقوى دفاعيا، خلي بالك برضه عمر مش مكانه فالحته الدفاعيه هتلاقيها ملقلقه شويه لكن النهارده انت ما شفتهاش كتير لان انت اصلا ما شفتش الشناوي او ما شفتش الضغط الهجومي اللي علينا او اللي هو اللعيبه تقدر تروح من السودان او تروح الهجمات المرتده حتى كانت يعني مش موجوده، انت بتدافع بس ما فيش هجمات مرتده. لكن اكرم قوي دفاعيا يعني هتستفاد منه امتى؟ انت بقى عندك اوبشن هنا واوبشن هنا. تمام. اوبشن اللي انت لما تيجي تلعب فرقه هجوميه قويه زي مثلا فرقه زي الجزائر هتقدر تستخدم اكرم توفيق لانك انت عاوز مثلا وبرده خلي بالك انت بتقعد تفكر يا هاني هتلاعب الباكين بيقدروا بيطيروا ولا هتلاعب باك وباك الناحيه الثانيه واقف وثابت. فانا اعتقد ماتش زي الجزائر ممكن تلاقي لاعب اكرم توفيق ولاعب الناحيه الثانيه احمد فتوح. فانت واحد وواحد. لكن في ماتش زي النهارده انت كنت عاوز تجرب لعيبه خلي بالك برده كيروش ذكي ذكي جدا في الحته دي ان هو لعب ماتش لبنان وماتش السودان هو كتجربه بالنسبه له هو مش عاوز يعني عارف اللي هو هيكسب يعني ممكن يكسب واحد يكسب فيلا جرب لازم اكتر قدر ممكن من التجربه بالظبط من لعيبه وده اللي واضح في الاخر. لكن اعتقد ماتش الجزائر هيثبت على التشكيل الاساسي اللي هو او القوه سواء الدفاعيه او الهجوميه عنده للماتشات اللي بعد كده لو مسعد ربع النهائي برضه هتبقى ماتشات صعبه جدا. يعني هياخد ناتج الماتشين بتوع لبنان والسودان ويعمل بيهم الاحسن من الكوكتيل ده في ماتش الجزائر ده اللي هو شايف اللي هو بالنسبه له هيبقى هو ده القوه لانه مفيش تجربه في ماتش الجزائر. ماتش ليه مفيش تجربه في ماتش الجزائر؟ تعالى نتكلم في دي. الجزائر فرقه تقيله فرقه قويه جدا بدنيا فنيا ذهنيا بقى لهم كام سنه شغالين مع حوالي 4-5 سنين شغالين مع بعض حتى باللعيبه اللي مش محترفين هم اقوياء جدا 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 وبيلعبوا يعني بيلعبوا في انديه كبيره. مظبوط. فانت الجيل اوريدي ده الحته اللي انا مختلف فيها مع كيروش بناء جيل ده بناء جيل اللي تقعد 4-5 سنين فاي لعيب هيخش من بره هو عارف السيستم بتاع اللعب او المدرب. اما النهارده ما بيكون عندي بتتكلم في 50 لعيب حواليا في منتخب انا باخد 22-23 لعيب وانا ماشي بقى في الطريق هاني بيظهر لي لعيب كويس شايفه كويس ابدا ادخله مع ال 20 لعيب دول ابدا ادخله مع ال 20 لعيب دول وهكذا. فده ابني جيل انا عندي سيستم لعب وعندي طريقه لعب وعندي شكل في الملعب. النهارده اي لعيب من الجزائر هيخش في التيم هتلاقيه بالنسبه له الموضوع منتهي. في منتخبنا ايه الحد الاقصى من التجربه اللي ممكن تعملها في ماتش الثلاث قدام الجزائر؟ يعني ازاي تبقى مستفيد من الماتش على مستوى انك بتجرب وبتعمل جيل زي ما بيقول كيروش وما بين انك ما ينفعش تلعب الجزائر بتجربه
ترهقك او تعمل لك نتيجه مشكله يعني. يعني الواضح ان هو هيلعب من التشكيلين اللي لعب بيهم مش هينفع يدخل حد ما لعبش اصلا الفريق الماتشين اللي قبليهم يلعب ماتش الجزائر، فانت اوريدي هيختار من التشكيلين. وانت لو جيت بصيت هتلاقي التشكيل يعتبر هيبقى معروف، يعني هيبقى معروف. يعني مثلا الناس بتسال مثلا قفشه، قفشه 4-3-3 مش هتلاقيه موجود باستمرار لان عاوزه مميزات معينه، قفشه مش موجوده. قفشه قوي جدا هجوميا وبيعمل اسيستات، لكن في 4-3-3 مش عاوز يصنع لعب، عاوز لعيب بوكس تو بوكس اللي هو يروح ويرجع يروح ويرجع، عاوز واحد قوي بدنيا. فقفشه ممكن ما تلاقيش ليه دور، او بعد كده لو غير خطه مثلا 4-2-3-1 هو اللي انا شايفه هو من اول ما لعب 4-3-3 بطرق غريبه يعني. فتلاقي مثلا واحد بره الملعب شويه واحد جوه الملعب شويه، لكن هي في الاخر ستيل 4-3-3. ده اللي عاجبني انه ان ال 4-3-3 بتاعته بيجرب فيها، يعني بيدي ادوار خلال المباراه مختلفه لنفس اللعيب. ما هي دي قناعاتي هاني. انا قناعتي شايف ان 4-3-3 احسن طريقه في العالم بالنسبه لكيروش، او هو شايفها ان الطريقه الامثل. لكن عندك اللعيبه اللي تنفذها ولا لا. وفي حاجه برضو الناس مش واخده بالها منها، انت هنا في مصر ما حدش بيلعب 4-3-3 نهائيا. كل اللي بيلعب 4-2-3-1. فعنده اللعيبه كلها المميزه في حته رقم 10 دي هي موجوده اوريدي موجوده. فما ينفعش تلعبها رقم 10 عشان هو ما بيلعبش 4-2-3-1. فدي برضو حته كان لازم كيروش يعني ايه ياخد باله منها، لان ما فيش وقت للتجارب او لسه تفهم خطه جديده. كنت الاحسن من وجهه نظري انت جاي على فرق بتلعب 4-2-3-1 وفي كذا كذا في كذا نادي عنده رقم 10 يقدر يلعبها كويس جدا، كنت تلعب 4-2-3-1 لحد لما تشوف الدنيا تمشي ازاي، بعد كده تبدا تجرب الطرق الجديده. ده كان وجهه نظري يعني. بختلف معاك في نقطه بس وعايز اسمع برضو رايك فيها، انه هو من حقه انه يعمل الطريقه اللي هو عايزها باللعيبه اللي هو عايزها. بمعنى ايه؟ ان هو واضح ان 4-3-3 دي من حتى قبل ما يدرب مصر موجوده في دماغه ودي الانسب. فهو جه اتفرج على ماتشات الدوري وهو مثبت في دماغه 4-3-3، فشاف لعيبه من الدوري منهم احنا ما كناش متوقعين ابدا ان هم ينضموا للمنتخب، لكن هو واضح انه شايف فيهم اللعيبه اللي ممكن ينفذوا فكرته دي. فبالتالي ما هو ده المدرب، هو المدرب ده مش مضطر خالص يمشي على طريقه لعب مدربي الانديه بتاعه الدوري اللي بيلعب فيه. لا انت برضو خلي بالك اما تيجي تبص اوروبا غير مصر يا هاني. اللعيب المصري تكتيكيا ما تقدرش تديله افكار كتيره، هيتعب منك، هيهنج منك زي ما بيقولوا. فانت اوريدي الفكره بتاعت 4-2-3-1 رقم 10 هي موجوده اوريدي في مصر. لكن انا خلي بالك برضو انت هنا في مصر احنا عندنا حتى وقتنا ما اعتقدش ان احنا عندنا 4-3-3 بالشكل المطلوب للاثنين اللي هم 8 و10. مش هتلاقي في مصر كتير يعملوا الدور ده. انا من وجهه نظري الوحيد اللي ممكن يعمل الدور ده هو احمد سيد زيزو. ده لكن اللي ممكن يعمله تاني اوباما. مش اوباما 10 في الزمالك، لكن اللعيب اللي هو البوكس تو بوكس يعرف يروح ويرجع. محمد هلال كويس. محمد هلال ممكن يعني، بس دفاعيا مش هيرد الرد. فانت فاهم 50-50. فانت لا انت عاوز ال 50 دي فيها جزء بدني زي مثلا ليفربول. انت عندك هندرسون النهارده، وعندك اما فاينالدو ما كان موجود عندهم القوه البدنيه حاليا. تياجو 6، لكن انا بتكلم الناس اللي بتروح وترجع عاوزه جزء بدني كبير جدا جدا جدا، ومن غير الجزء البدني مش هتعرف توصل للمناطق الخطر. اللي انت تقدر يعني تخلق فيها مساحه. فانت اوريدي هتعزل صلاح وهتعزل مانيع عن الفرقه كلها، لكن هي ليها طرق معينه في التنفيذ ولازم تكون موجوده في التيم. مفهوم. فعشان كده كان التنفيذ بتاع 4-2-3-1 اسهل بكتير. طيب دلوقتي احنا معانا الصداره زينا زي الجزائر في كل شيء. الماتش اللي جاي ده وانت داخله، انت بتفضل دايما الطريق الاسهل، يعني انك تبقى عايز تكسب الجزائر عشان ما تلعبش المغرب، ولا بالنسبه لك لا انا العب وان شاء الله حتى اتغلبت انا هدخل الدور اللي بعده عايز اكسب المغرب فمش فارق معايا؟ انت شايفها بتحسبها ازاي؟ الطريق الاسهل تفضله ولا اي طريق ومفكرش غير في نفسك؟ الاثنين اقوى من بعض. يعني سواء لعبت الجزائر او يعني لعبت الجزائر والمغرب هو بروفال نفس قريب من بعض، نفس الليفل فانت كسبت او خسرت لو لعبت المغرب او هتلعب حد تاني بعديه، ففي برضه فرق قوية خاصة. بس لو كسبت الجزائر هتلاعب حد اقل من المغرب، بس بعد كده ممكن تلاقي بعد كده المغرب برضه وهتلاقي الفرق دي. فانت اوريدي بروبا بالنسبه لك تشوف شخصيه المنتخب اخبارها ايه. يعني ماتش الجزائر بالنسبه لي شخصيه المنتخب هتظهر. لانك بتلاعب تيم محترم وتيم متاسس كويس جدا جدا جدا، عنده امكانيات كبيره في حتى المنطقه الهجوميه بالذات كمان، عندهم شغل كويس جدا بيعملوه. فانا في الاخر لا بالنسبه لي شخصيه المنتخب او تقييمي لكروش والمنتخب ممكن يظهر في الماتش ده. تمام. ممكن اللي فات ده كله كوم، وماتش زي الجزائر والمغرب والحاجات دي كلها تبقى كوم تاني طبعا. طيب انا مش حاسس ان هو هيتقيم بس على الماتش ده، ممكن لكن هو لازم يخلي باله من ان النتيجه ممكن تاثر في رايه. التقييم الفني
التقييم الفني بتاع الفرقه اخباره ايه؟ انا ده انت بتواجه بقى ليفل مختلف عن كل ليفل بقى خلاص، الليفل اللي هو التوب اللي انت ممكن تلعبه في التصفيات بتاع كاس العالم، فاهم ازاي؟ فانت خلاص لازم تعرف المنتخب واصل لفين. دي بتبقى بروفه من وجهه نظري. خلي بالك برضو هتلاقي مستوى اللعيبه بيعلى ذهنيا، واللي هو بيفكر في الماتش كويس. عارف الماتشات الكبيره هاني بتبقى دايما اللعيب مش محتاج التحفيز الزياده على اللزوم. الماتشات الصغيره هو اللي هي بتبقى مشكله، لكن الماتش الكبير بيبقى اللعيب عارف يعني ايه ماتش الجزائر، عارف الجزائر محترمه مصر ومصر محترمه الجزائر، ماتش كبير بين فرقتين. فاعتقد ان شخصيه المنتخب نفسها، انا نفسنا نطمن على شخصيه المنتخب عباره ايه. طيب خلينا نتكلم معاك عن الخمس تجوال اللي جبناهم النهارده وتحللهم لي كده وتصفهم. الهدف الاول احمد رفعت، ويا بخت اللعيب اللي يعجبه او اللي يعجب الجول بتاعه حفيظ دراجي. تحس انه بيخليك ملك طبعا. انا النهارده هو الحقيقه احمد رفعت جوله يستحق، هو يستحق، لكن كمان الطريقه اللي علق بيها حفيظ دراجي على الهدف خليتك تبقى قاعد منبهر ومستمتع تاني بالجول. تصويبه بفاول بقدم تيجي في العارضه تترد لاحمد رفعت نفسه مرتده، يلعبها بالقدم الاخرى بصاروخ اخر بنفس القوه. هدف اول شفته ازاي كابتن مجدي؟ هدف عالمي. هدف عالمي، حتى الفاول نفسه عالمي يعني. الفاول اللي حط في العرض ده مش اي حد موجود في مصر. من محبين احمد رفعت جدا يعني، من الناس المقتنعه جدا جدا ان احمد رفعت من احسن الاجنحه اللي موجوده في مصر. فلازم تستغل احمد رفعت، امكانياته قويه جدا جدا جدا، ولكن عندك الحته الدفاعيه في ماتشات الثقيله مش عارف يعملها. تمام. فانت لازم تخلي بالك في ماتشات اللي انت محتاج فيها قوه هجوميه كبيره احمد رفعت لازم يكون موجود. مش محتاج فيها قوه هجوميه كبيره تلعب على المرتدات او الكلام ده كله، فانت لازم تلعب حد عنده الرئه اللي يقدر يروح ويرجع دايما باستمرار. فجون طبعا جون احسن جون فيهم يعني، احسن جول فيهم. الجول اللي سجله الونش بعد مجهود حسين فيصل ومراوغتين عاملهم شفته ازاي؟ شفته ان ده لعيب تطور كبير جدا حتى برجله الشمال. ده مين؟ الونش. تمام. يعني طبعا حسين عملها كويس جدا جدا جدا، وعدى في خرم ابره زي ما بيقولوا اللعب الخماسي يعني. لكن خلي بالك الونش انت دلوقتي رجله الشمال بقت تعرف بيلعب اليمين والشمال. انت اللعيب اللي يعمل الكره دي بشماله كده بالثقه دي مش اي حد يعملها. فانت ده نتاج تطور للونش اللي هو بيلعب ناحيه الشمال دايما في الزمالك. فبدا يشتغل على رجله الشمال، بدا اما الكره يبقى في ضغط عليه بيعرف يحط كره طويله، بيعرف يحط باص على الارض، بدا يبدا الكره كويس جدا. فده نتاج التطور اللي هو لعب بشماله، ما جاتش الكره على شماله راح موقفها ناحيه اليمين، ما كانش عمرها ما كانت هتيجي جول. بمناسبه حسين فيصل، شفت ازاي مستواه في اول مباراه دوليه مع المنتخب؟ سجل هدف وصنع هدف. بتكلم بقى على اوفرول، كان مستواه ازاي من وجهه نظرك؟ انا شايف الميزه الكبيره اللي في حسين اللي هو مش خايف ومش قلقان. تحس ان هو بيلعب مع اللعيبه دي بقاله كتير جدا جدا جدا، ودي شخصيه لعيب. فبغض النظر هو كان كويس او وحش او يعني ككوره، لا انا المهم بالنسبه لي اللعيب المنتخب لما يلعب اول ماتش بالنسبه له ما يحسش ان في قلق، وان انا مش خايف وانا بلعب مع اللعيبه، وعنده شخصيه حتى مع اللعيبه الكبيره بيتكلم. مع اللعيبه يعني مش مقلق مش خايف. فهيبقى مكسب كبير جدا لو ادوله فرصه كمان. ما حسيتش انه ده ليه علاقه بكيروش؟ ان عمر مرموش اول ماتش دولي يبقى الثقه دي في نفسه، حسين فيصل اول ماتش دولي يبقى بالثقه دي في نفسه، احمد رفعت تاني او تالت ماتش في حياته مع المنتخب، لعب مع برادلي قبل كده ولعب مع كيروش نفسه بديل الماتش اللي فات، والنهارده بيلعب اساسي. فالمدرب ممكن يكون سبب من اسباب ان اللعيبه اللي بتبدا لاول مره تلعب بالهدوء ده او الثقه في النفس دي. اكيد طبعا. ازاي؟ ايه اللي ممكن يكون بيعملهم؟ اكيد بيتكلم معاهم، اكيد اول كلمه يقولها له العب وما يهمكش حد، يعني ما يهمكش. انا يعني واحد زي مروان مثلا لازم كان الماتش اللي فات لو كان قعد النهارده، الماتش النهارده احسن النهارده احسن كمان بكتير من الماتش اللي فات. لكن في الاخر كان يحبط، كان ممكن يطلع بره الموت خلاص بقى وبره البطوله والكلام ده كله. انا كمدرب لازم اقول للعيب اول ماتش بالنسبه له العب انت لعيب كويس، عندك ثقه في نفسك، وهتلاقي زمايله بيساعدوه، هتلاقي مش حاسس بحاجه. والاهم اختيار الماتش الصح من وجهه نظري النهارده. اختيار ماتش السودان هو بالنسبه لي تالق لحسين، لان في مساحات في خطوط بعيده عن بعضها ماتش السودان، يعني يقدر يستلم ويستلم ويلف ويتحرك ويرقص، فما كان عنده الثقه. لكن الماتشات الثقيله عشان تنزل، انا من الناس دي يعني. الناس اللي انا دايما مقتنع ان اللعيب اللي بينزل اول مره او بيلعب اول مره سواء دولي او حتى محلي لازم ينزل في توقيت صح. تمام. ما بدأوش ماتشات ثقيله عشان ما ياخدش الضغط كله فين على كتفه. لكن انزله ربع ساعه في 10 دقائق ياخد الثقه وبعد كده يبدا يمشي. ضربه جزاء بيحصل عليها عمر كمال عبد الواحد اللي تقدم من اليمين لحد ما بقى جوه منطقه الجزاء، لكن مش دي النقطه اللي عايز اسالك فيها. عايز اسالك على زيزو. مش كتير لما بتلاقي نموذج في الكوره يبقى اسمه بمتخصص ضربات جزاء، وعاده ما بيسجل وبيسجلها حلو وبيغير اتجاهاته. احمد سيد زيزو بيكتمل فيه صفات ضربه الجزاء الحلوه. يا بس مش حلوه،
انت في في حاجه مش واخد بالك منها الارتفاع بتاع الكوره. ايوه صعب قوي لحد يلعب الارتفاع ده باستمرار. يعني اي لعيب بيبقى عاوز يحط كوره جامده، لكن الارتفاع نفسه بيبقى صعب جدا. الارتفاع ده ممكن تلاقي الكوره فين؟ في السماء. فانت في ماتش الزمالك الاخير في الدوري الارتفاع بتاعك كان بالعرضه. ما هو عشان خلي بالك برضو لازم احمد سيد زيزو باستمرار يتمرن على حركه الجون. ايوه ودي اهم بكتير من الشوطه الجامده. يعني في اوقات كتير جدا الجون بيبقى حافظ، وخلي بالك دلوقتي مع تحليل الاداء والمحللين بدا يجيبوا لك ضربات الجزاء بتتحط فين، أيوة بتلعب ازاي، ويقول لك اخر 3-4 ضربات جزاء بيلعبها هنا في الـ في الـ في الطول ده او الارتفاع ده بيلعبها جامده بيلعبها خفيفه شويه. أيوة. وهكذا. فانت لازم دايما باستمرار تبدا تغير وتعرف الجون بيتحرك ازاي. ودي مهمه جدا، لان الجون لازم يتحرك على الاقل لو بثانيتين. فرجل الجون ده لو انت شفت رجل الجون هتبقى سهله جدا. صح. عليك. فعاوزه تتمرن باستمرار التدريب، لان مهما وصلت لدرجه اللي انت بتحط ضربات جزاء، لا الجون نفسه بقى بيتمرن وبيشتغل على ضربات الجزاء. وعنده محللين اداء وعنده مدرب حراس مرمى هيبدا يتكلم معاك في الحته دي. حصل حسين فيصل على مكافئته من المباراه بانه سجل هدفا من متابعه لراسيه مروان حمدي اللي سقط من قبل ما نعدي الجون اللي فات. الحركه بتاعت عمر كمان ابو واحد في عمق كيف حصل على ضربه الجزاء؟ في عمق ضربه الجزاء الحاجات دي ما بتحصلش. صح. غير في دي كيروش وكابتن علي، لان انا بتفرج على طول تمارين كابتن علي. علي ماهر على طول بيشتغل الحته اللي هي مورا الخطوط. والكمان الكره الطويله اللي اتعملت صح في المساحه الصح واشتغل فيها صح. فده حركه برضه بنتكلم عليها. صح. طيب حسين فيصل هو اللي سجل، لكن انا بتكلم على مروان حمدي براسيه كانت هتسكن الشباك لكن بيتواصل بيها شويه سوء حظ اللاعب. هل ترى سوء حظ ام دي امكانيات اللاعب؟ لانه اللاعب كان مثار جدل الايام اللي فاتت بعد انتقادات ورد منه على بعض المحللين. لا انا شايف ان هو ضغط مش اكتر. ضغط عليه. هو عاوز يجيب جون باي طريقه، عاوز يثبت للناس لا ما حدش يتكلم عليا، انا لعيب كويس واستحق الفرصه. والراجل شكله مقتنع بيه، مقتنع بيه اقتناع تام ان هو يبداوا ماتشين ورا بعض. فده ضغط مش اكتر. واحمد مجدي ايه رايه؟ احمد مجدي رايه في ايه بالظبط؟ في اداء مروان حمدي في الماتش النهارده تحديدا. لحد ما احسن من الماتش اللي فات. ولكن في خلي بالك برضو حاجه، يعني كروش ما بيستمدش على الراجل رقم 9-9. انت لو بصيت على مروان هتلاقيه نازل كتير قوي في وسط الملعب. فانت اوريدي مروان لو هتعتمد عليه هتعتمد عليه عشان الكروسات. فاهم قصدي؟ ما ينفعش مش مروان اللي ينزل يستلم بين الخطوط ويعمل الزياده العاديه في وسط الملعب، لا محتاج لعيب امهر شويه واخف في الحركه وفي الباص كمان، لان الباص ده دايما باستمرار هتلف وهتروح على هافين يشتغلوا في عمق الملعب. فانا لو مروان هيثبت يبقى هو الثابت، واعتقد طبعا مصطفى ما يرجع او موجود هيبقى هو اللي موجود، وفي كذا لعيب تاني ممكن محمد شريف. انا برده مش مع محمد شريف خالص ناحيه الليفت تماما. تماما تماما. لكن مروان النهارده لما لعب هو واسامه فيصل كان ايه ادوارهم؟ لما لعب نفس الملعب في نفس الوقت اسامه فيصل هو اما اطرد اما اللعيبه اطردت بتاعت السودان الراجل حول ل 4-4-2. لعب بفرودين. فبدا بدا يغير السيستم شويه. وجات لهم فرص الاثنين تصويبتين، لكن طبيعي محمد شريف جاب جول. محمد شريف جاب جول بالظبط. جول محمد شريف تعاون دائم ما بينه وما بين مجدي قفشه في الاهلي. النهارده قفشه بيلعب له كوره عاليه الاول بيستلمها وبيسجل او براسيه حلوه قوي والفار بيراجعها فبتدخل الهدف. شفت ازاي اللقطه دي كهدف؟ وده هدفنا الاخير في اللقاء. قفشه اسيست، لان زي ما قلت لك 10 كم 10 قفشه بتاع اسيست مش بتاع جون. مش هو اللي يروح يجيب الجون، مش هو اللي يكمل ورا المهاجمين والكلام ده كله. لكن في الاخر زي ما قلت لك محمد شريف هو مولود رقم 9. ما ينفعش يطلع بره الخطوط، يبقى انت كده بتظلمه، بتضيع مجهوده وبتضيع مجهود المهاجم كمان اللي بيلعب موجود اللي هو مروان. لكن الراجل لعب 9-9. الراجل اول ما الكوره جات له في منطقه الجزاء، وحتى ماتش لبنان كل الفرص اللي جات لنا كانت جات لنا بسبب ان هو بيخش في عمق الملعب من الكورسات. أيوة. يقدر يجيب بيها اجوان. فانا لا انا شايف جون حلو قوي قوي. ومحمد شريف ما ينفعش يلعب غير رقم 9. سواء بقى هتلاعبه هتلاعب مصطفى محمد هتلاعب مروان هو رقم 9 ما تظلموش. يعني عمرو السوليه في طريق الثلاثه وكابتن المنتخب ارى انه لاعب مؤثر جدا في طريقه لعب كيروش. تتفق؟ طبعا. بدايه الهجمه بيقدر يشتغل كويس، بيقدر يغطي كويس، بيقدر يغطي المساحات الضيقه كويس جدا جدا جدا. قائد بيتكلم كتير، شايف الملعب كويس، عنده بصير كويس، يقدر يلعب كره طويله في ظهر
المدافعين بتوع الفرقه الثانيه اكيد طبعا مؤثر جدا يعني. هو اللعيب برضه من اللعيبه القليله اللي لعبت الماتشين او هو الراجل اللي عارف ان هو هيلعب مظبوط. طيب بشكل عام البطوله شفتها ازاي بعد نهايه الجوله الثانيه وان بعض المنتخبات تتحدد خلاص رسميا تاهلها كابتن مجدي؟ لا بطوله حلوه يعني بطوله حلوه فيها كوره كتير وفيها شغل فني كبير. في 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 منتخبات ضعيفه وفي منتخبات قويه جدا 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 وده الحال يعني في الكوره. بس برضه الحال يعني تحس برضه المنتخبات يعني مثلا منتخب الامارات ما كنتش متوقع الشكل الفني بتاعه، قلت هيبقى احسن من كده بكتير، اقل من المتوقع. السودان يعني صعبه، لبنان بغض النظر ان هي بتدافع بس لكن على الاقل بتحاول تعمل طريقه دفاعيه، لكن هي ناقصه لكن بتحاول تشتغل على الطريقه الدفاعيه. بمناسبه بتدافع بس، كنت ذكرتها من شويه انه لبنان والسودان بيدافعوا مش بيحاولوا يهاجموا، هل منتخبنا هو اللي نجح دفاعيا ولا المنافس هو اللي سهل عليك المهمة الدفاعية؟ لا بص، طريقة لعبهم هي أي فكرة في الكرة يا هاني ليها جهد دفاعي وهجوم. تمام. هم بيعملوا الدفاع كويس لكن تحول هجومي دول مين؟ الفريقين السودان أو لبنان أكتر كمان. أو لبنان. لبنان يعني شوية بتحاول شوية لكن السودان التحول الهجومي بتاعها ضعيف جدا. وبرده قدام ماتش يعني الماتش بتاع لبنان النهارده في تحول شوية هجومي، اشتغل شوية على الجزء الهجومي، لكن قدام مصر تقريبا ما شفناش الشناوي في كور ثابتة بس فقط لا غير. لكن في الآخر أي فكرة هتفضل خانق نفسك دايما باستمرار، قاعد في وسط ملعبك الكورة بتطلع بترجع لك بترجع بتفضل خانق نفسك، لكن في الآخر لازم تطور الجزء الهجومي عشان تنجح الفكرة في الآخر. مين قلت ان في اكتر من فريق فرق قويه، مين اللي ممكن ترشحه للفوز بالبطوله لو اديتك ثلاث اختيارات يعني اختار ثلاثه ممكن يبقوا متواجدين؟ المغرب، الجزائر، مصر، ومعاهم تونس. معاهم تونس اللي خسروا من سوريا امبارح. كابتن نادر السيد كان معايا من شويه وعلى التليفون وقال ان منتخب مصر افضل من الجزائر في كل الخطوط، قلت له ده راي مش شائع، قال لي لكن لو اتكلمنا بالاسماء هنلاقي ان منتخبنا افضل من الجزائر في كل الخطوط ومرشح بقوه للفوز في الماتش اللي جاي. تتفق ولا تختلف؟ انا يعني اتفق او اختلف، مش هو ده الموضوع. الموضوع في الثقه. ثقه المنتخب الجزائري كبيره برضه يعني، ما تقعد اربع سنين خمس سنين شغال باستمرار بتكسب، واخد بطوله افريقيا بتكسب باستمرار، بتروح كاس العالم، كل الكلام ده كله بيديك ثقه في نفسك وثقه في الجيل والمدرب الموجود. انت مشكله مصر ان انت بره بطوله افريقيا كاس العالم اللي وصلته قبل كده غيرت، يعتبر جيل شغال بقاله فترات كبيره جدا وبتدخل ناس معاه، فانت في الاخر لسه ما عندكش ثقه منتخب مصر بتاعه 2006 و2008 و2010 اللي انت الثقه دي خلي بالك بتبقى مهمه جدا في الملعب. يعني لما تيجي تلعب في الملعب لا في ثقه منتخب مصر نازل اسما منتخب مصر موجود، لكن الجزائر عنده الثقه الكبيره 36 ماتش من غير خساره داخلين على ريكورد تاريخي، عدد كبير طبعا جدا جدا، ريكورد هيبقى قياسي لم يتحقق. انا بقول لك هو ده الموضوع، هي الحته دي الثقه اللي موجوده عند منتخب الجزائر اللي انت بيديله مثلا على الاقل 50% مكسب قبل ما ينزل يلعب، ومع دراسه طبعا الفرق والشغل الفني اللي بيعمله المدير الفني بتاعهم. لا فانت في الاخر هي الثقه اللي موجوده بتاعه منتخب الجزائر. منتخب مصر محتاج الثقه دي اللي انت تكسب دايما، تكسب ماتشات باداء حلو. ايوه الجزائر بتكسب وبتادي كويس سواء جوه او بره ملعبهم. فانت خلي بالك انا مقتنع اقتناع تام، حتى لو النتائج مش موجوده دلوقتي لكن طول ما الاداء موجود وكويس النتائج هتيجي لقدام. صح. طيب بمناسبه منتخب الجزائر، هو لعب 36 مباراه متتاليه بدون ان يخسر، الريكورد الرقم القياسي الموجود عالميا هو رقم ايطاليا اللي لعبوا 37 مباراه بدون خساره ثم خسروا امام اسبانيا مؤخرا في بطوله دوري الامم الاوروبيه، وبالتالي ماتش الجزائر اللي هيعادلوا او عايزين يعادلوا بيه رقم ايطاليا الايطالي هو ماتشنا، وبالتالي مصر قدامها مهمه دلوقتي او منتخبنا هو احباط محاوله الجزائر لمعادله ايطاليا، لكن الغرض الرئيسي اكيد لمنتخبنا هو التاهل كمتصدرين الى الدور المقبل وتجربه اكبر عدد ممكن من الافكار يفيد المنتخب في المراحل التاليه. كابتن مجدي عايز تقول حاجه في النقطه دي؟ طيب عايز انا اقول حاجه في قصه العناصر المختاره، مع كل مباراه بيطرح التساؤل بتاع طارق حامد، وهل يفتقد المنتخب طارق حامد ولا لا في فكر كيروش؟ رايك انت ايه؟ بص طارق لا غنى عنه عشان نبقى يعني لا غنى عنه، لكن في الاخر هو خده او ما خدوش ليه؟
هنقول اسباب مثلا ان هو شايف ان عاوز لعيب رقم 6 يلعب يبدا كره من تحت يبدا يروح لقدام يعمل بابصير يعمل سروهات او اشتغال ده كله. انا في الاخر طارق اتظلم بسبب طريقه لعب هو الزمالك بيلعب بالطريقه دي عاوز لعيب رقم 6 ان هو يقدر يدافع ولو الباكين خرجوا او الهافين ما رجعوش لعمق الملعب عشان يدافعوا او رقم 10 ما نزلش يدافع طارق بيقدر يغطي المساحات الواسعه كويس جدا جدا جدا. لكن في الاخر هو الزمالك محتاج كده. انت منتخب مصر الطبيعي اللي انا كنت اللي أنا مقتنع بيه ان لازم تتكلم مع طارق وتجيبه المعسكر وتتكلم معاه تقول له انا محتاج منك كذا وكذا 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 وابدا اشتغل على كده. لكن في الاخر ممكن منتخب مصر ما يلعبش بالطريقه دي ما يلعبش بالطريقه اللي يعني هو كيروش متوازن من النوعيه المتوازنه ما بيهاجمش بعدد كبير وبالعكس وبيدافع بعدد كبير. فممكن طارق بالنسبه له انا عاوز لعيب بيغطي لي المساحات الضيقه مش المساحات الواسعه. فبالنسبه لي السوليه او النني او حمدي فتحي يقدر يقوم لي بالموقف ده يعني. وبالتالي ده اللي مخليني احس انه مع امكانيات طارق حامد وادواره اللي ممكن يعملها مختلفه عن باقي اللاعبين بحس ان هو مش استبعاد فني بالاساس. ممكن يكون استبعاد مش عشان غلط حصل من طارق حامد ما عنديش اي معلومه لكن تحس انه كيروش حاسس ان الدماغين مش راكبه. عدم رضا طارق حامد عن البقاء بديلا قد يكون ده شعر بيه كيروش وطارق حامد ما بيحبش يبقى بديل ده كان واضح في عهد البدري. كان حلو انا مدير فني انا اللي في ايدي الدفه انا اللي اقول مين يلعب ومين ما يلعبش سواء عاجبه او مش عاجبه هو ده في الاخر قرار انا الشخصي. فما اعتقدش ان طارق يعني او مستبعد بسبب الحته دي. 100 لعيب ما بيحبش يلعب هو مين اللي ما بيحبش ما يلعبش يعني مصدر. يعني مين ما بيلعبش بيبقى زعلان وقالب وشه وكل الناس بتبقى زعلانه. لكن في الاخر انا مدير فني انا اللي بخلق الفرص وانا اللي بشتغل مع الناس وانا اللي بقول مين يلعب وما يلعبش فكله بيحترم رايي. في الاخر المدرب الاجنبي النهارده ما جه استبعد قفشه واستبعد محمد شريف بعد كده استبعد طارق وزيزو ورمضان صبحي وهكذا. فهو انا الاستبعاد ده كله انا من وجهه نظري كان عشان الحته دي ان انا اكون جاي للمنتخب اجي واسكت والعب لعبت ما لعبتش موجود واتمنى ان انا اكون موجود. أيوة. ما كانش ليهم استبعاد فني من وجهه نظري كان هو ده الرساله اللي كان عاوز يوصلها كيروش. طيب كيروش بعد المباراه اتكلم في تصريحات في المؤتمر الصحفي عن ضروره برضو دعم اللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخب حاليا. تعالوا نستعرض اهم ما قاله المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني بعد الفوز على السودان بخمسه اهداف دون مقابل. تصريحات كيروش كانت كالتالي: قال لعبنا كرة قدم سريعة، نجحنا في الضغط على السودان، دفاعنا كان بحالة جيدة، الفوز بخماسية ليس بالأمر السهل، بالتأكيد الجمهور فخور باللاعبين زي ما بيقولها دايما الجملة دي بعد الفوز بهذه النتيجة وحصد النقاط الثلاث وتصدر المجموعة. أطالب اللاعبين دائما أن يتحدوا أنفسهم والأهم هو الروح الجماعية ونجاح اللاعبين الجدد في إثبات أنفسهم بعدما منحنا الفرصة لهم، يجب أن تشجعوا هؤلاء اللاعبين على التطور بشكل أكبر. أتعامل مع مباراة الجزائر ببساطة، مباراة بثلاث نقاط وأحترمهم، أفضل طريق أفضل طريقة لمواجهة الجزائر أن نستعيد عافيتنا سريعا ونبدأ من غد التفكير في الطريقة المناسبة لمواجهتهم. أكدت للاعبين أن علينا العمل بجدية وعلاج الأخطاء بشكل سريع لمنع تكرارها ومن حق الجميع أن يحلم. كل المدربين هنا يحلمون بحصد اللقب. تعليق كابتن مجدي على كلام كيروش؟ هو تصريحاته دايما باستمرار ان هو بيشجع اللعيبه وشايف ان اللعيبه عملت اللي عليها سواء كانوا كويسين او وحشين ودي حاجات ايجابيه لحد ما للعيبه. بالنسبه للعيبه هو ممكن يتكلم مع اللعيبه جوه بطريقه ثانيه او شايف ان في اخطاء او لكن في الاعلام هو بيحمي اللعيبه ودايما بيديهم ثقه في نفسهم ان انا حتى لو انت شايف الجمهور كله شايف ان انت وحش انا شايف ان انت كويس وعملت اللي عليك واشتغلت. لكن اكيد جوه الغرف المغلقه او في اوضه اللبس يعني بيبقى في كلام اكيد مختلف والاخطاء والكلام ده كله. طيب خبرين سريعين جدا عن اللي حصل في اوروبا النهارده وبعدين نقرا تعليقات اصدقائنا من المشاهدين. النهارده ريال مدريد كسب ريال سوسيداد في انويتا بنتيجه 2-0. فينيسيوس سجل الاول بعد 1-2 حلو مع يوفيتش اللي حل بديلا لكريم بنزيما اللي تعرض لاصابه مبكره في اول ربع ساعه ويوفيتش نفسه سجل الثاني فيتواصل تواجد ريال مدريد في القمه في الدوري الاسباني لانه قبليها مباشره كان برشلونه بيسقط لاول مره تحت قياده شابي هرنانديز بعد ما خسر النهارده قدام ريال بيتيس في الدقيقة 79 من زمن المباراة ودي آخر بروفا قبل مواجهة بايرن ميونخ في الجولة الحاسمة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. في ألمانيا كان في كلاسيكو النهاردة بايرن ميونخ ضد دورتموند وفاز بايرن ميونخ بثلاث أهداف مقابل هدفين. كانت البداية براندت سجل الأول لدورتموند وبالمناسبة أغمى عليه في خلال المباراة. ليفاندوفسكي تعادل، كومان تقدم لبايرن، تعادل هالاند، ليفاندوفسكي سجل الثالث وطرد مدرب دورتموند ماركو روز
الصداره ما زالت لبايرن ميونخ. يلا بينا تعليقات حضراتكم لما سالناكم على صفحاتنا المختلفه فيسبوك وتويتر رايكم في مستوى منتخبنا النهارده قدام السودان كانت. يلا بينا كالتالي. سيف تيفا بيقول احنا معانا مدرب كبير وماتش الجزائر مش هيبقى مقياس لاي حاجه عشان الناس تفكيرها بدا يروح ان ماتش الجزائر اختبار حقيقي. اي تعليق كابتن مجدي عايز تعلق على؟ هو اكيد اختبار حقيقي. طبعا اختبار حقيقي. محمد حسونه بيقول لما يكون في عدل في الاختيار هتلاقي نتيجه كويسه. قفشه ضعيف فنيا بدليل كل الماتشات اللي لعبها مع المنتخب اساسي شكلنا كان سيء او كارثي تحديدا ماتش الجابون وانجولا ولبنان وفي غيابه بنعمل اداء كويس زي ماتش ليبيا والسودان النهارده. احنا بننفخ في لعيبه محليه مش على المستوى الدولي كفانا تطبيلا. كابتن مجدي لا قفشه لعيب كبير بس انا قلت لك الطريقه بتاعت كيروش ممكن ما تخدموش. هو اللعيب ال 4 3 3 ممكن ما تخدمش قفشه. تعليق صاحبه كاتب الحمد لله بيقول للاسف مباراه مصر مع السودان ليست مقياسا وانا شايف ان المنتخب السوداني عنده مشاكل كتيره واضحه جدا في الملعب وغير ده كله مطلوب منه اثنين. بالمقابل المنتخب المصري لعب الشوط الثاني كانه في حصه تدريب وانا شايف ان منتخب الجزائر لو بيلعب مع السودان وفي نفس الظروف كان فاز ب10 اهداف. كابتن مجدي لا انا شايف الاداء كويس وتحسن لكن انا برضو معاه ان منتخب السودان مش المقياس اللي انت تقيس عليه اداء المنتخب يعني. طيب هقرا التعليقات اللي جايه. اي تعليق تحب ترد عليه باضافه هبقى مستني كابتن مجدي. يلا محمود مبارك بيقول خدعه مباراه عباره عن خدعه كبيره مع احترامي للسودان في فرق كبير في المستوى بين مصر والسودان حالتي طرد ننتظر القمه القادمه مصر والجزائر. عبد الرحمن صبحي بيقول اداء جميل للمنتخب انبسطنا لكن لا داعي للفرحه المبالغ فيها لان منتخب السودان ضعيف جدا مبروك لمصر والقادم افضل. علاء بيقول الشوط الاول شوط عالمي الشوط الثاني ليس على نفس المستوى لم نجيد نقل الكره بصوره اسرع ولا اسهل وكان يجب سحب احد المدافعين وينزل مهاجم. في نقطه بقى في الحته أيوة. دي طبعا. يعني ماتش مثلا بتاع لبنان انت شايف لبنان ما عندهاش تحول هجومي تماما. انا بقى يعني بقى في بقى مثلا ايه شويه جرأه انت تحول 4 4 2 تشتغل في الودين تشتغل الجزء الهجومي اكبر شيء واحد من وسط الملعب هي الحته دي عنده هو دايما بيلعب 4 4 2 لا انا كان ماتش لبنان تمام انت النهارده عشان مطلوب منك اثنين مطلوب منه اثنين فطبيعي يحط اربع فراوده قدام مش هتفرق كتير كان ماتش لبنان كان لازم وهو شايف ان لبنان ما عندهاش الجزء الهجومي اصلا ولا التحول الهجومي كان ممكن اخر حتى نص ساعه ان انا اشيل واحد من نص الملعب وابدا اشتغل باثنين مهاجمين يعني. السيد الخميسي بيقول ربنا ييسر الامور وشكلنا النهارده كان جيد وربنا يكملها بالخير. سيف السرحاني هاي الواحد كان قلقان يا هاني تحس ان كيروش جاي يجرب لاعبين وخلاص. اس بيقول الاداء كان احسن كتير لما القناعه اتغيرت وما خسرناش شريف في الجناح ولعب رفعت انما كمستوى عام كنا حلوين قوي. اهلي كينج بيقول طول ما المحترفين بعيد عنه هيكون في امل. ايه رايك في التعليق ده؟ لا طبعا يعني ايه يعني هو صلاح يبقى صلاح ومصطفى محمد ومرموش لا بيدوا والنني طبعا اكيد هيدوا قوه يمكن يقصد انه في غياب المحترفين بيعرف اكتر يقيم ممكن ما اكيد لان المحترفين بالنسبه له رقم واحد صح طبيعي. يلا اخر صفحه اعتقد من التعليقات كانت يلا بينا ماشي وده اخيرا ممدوح مكرم بيقول الاداء كان كويس بس ظروف الماتش خدمتنا جدا مش لازم نبالغ في الفرحه دي مباراه خارج التقييم لضعف المنافس. ده ثروت سلوى اشرف بتقول سيء ده التعليق الوحيد اللي معترض على اداء المنتخب. عطله حاجه غريبه انت ليه سلمت انت الجزائر افضل مننا مع انهم منتخب محلي واحنا شبه اساسي منتخبنا افضل بكتير طبعا. ده بيرد على انه حد غالبا كان كاتب ان الجزائر منتخب مرهق يعني. ليه سلمت يعني تراجعت في الماتش؟ تراجعنا؟ يعني قصدي كان في فور كان في احسن ممكن نقدمه بعد تاخر او تراجع السودان بالعدد. طبعا اكيد صح؟ ممكن تخلص الماتش 7 8 يعني. وخلي بالك دي بتبقى رسائل يعني انا بحب كده يعني بحب لما تكون انت عندك الفرصه ان انت تجيب الجوان اكتر واحسن لازم تدي رساله للجميع اللي جاي يلعبك يقلق منك. بشكل عام انا رايي انه سواء كسبنا 5 او اتغلبنا 1 ولا 2 او كسبنا باداء غير جيد ما دام شايفين ولو 1% تطور في تنفيذ اللاعبين لافكار مدربهم اعتقد ان ده بيكون مكسب. بتكلم هنا على بطوله كاس العرب. تتفق ولا تختلف؟ في مكاسب ان احنا يعني المكسب نفرح بيه حتى لو ما كسبناش 5-0. لا انا شايف المكسب الحقيقي في الماتشين اللي فاتوا هو اللعيبه الجديده اللي لعبت. وكنت اتمنى كمان ان اللعيبه الباقيه تاخد أوكي. يعني اللعيبه الباقيه كمان اللي هو احمد ياسين والناس اللي راحت لازم كانت تاخد كمان وقت اكبر لان انا خلي بالك يعني مش هقدر احكم على لعيب جديد في المنتخب في 5 دقائق في 10 دقائق في ربع ساعه. يبقى انت كمدرب خدت لعيب فلن تقنعني ايوه ليه خدته؟
ليه خدته بالظبط. أيوة. عشان انا ابقى مقتنع بوجهه نظرك ولا لا. انا ممكن اهاجمك واقول ان انت خدت الراجل النهارده حسين فيصل لما خدته لا في عنده شخصيه فان النهارده نقدر نقول عليك شابوه. لكن في لعبه ثانيه لن تبينها لي في الملعب عشان احكم عليها مش هتتحكم عليها من 10 دقائق يعني. اخيرا توخيل تعادل فقد نقطتين من يونايتد والنهارده اتغلب من ويست هام 5 نقاط في 3 ماتشات. شايف الدوري بيبعد عن تشيلسي بشكل مفاجئ بعد الصداره طول الجولات اللي فاتت؟ بقول لسه بدري قوي يعني حتى لسه جوارديولا كان في تصريح بيقول لك انا تشيلسي خسر النهارده ممكن الاسبوع الجاي الاقي انا او ليفربول بنخسر نقط. وانت صح. النهارده ليفربول لاخر الدقيقه 92 كان هيخسر كان هيشتغل يعني هيطلع ماتش تعادل. فانا في الاخر شايف ان الفتره دي بالذات بتاعت شهر الكريسماس وشهر واحد هي دي اللي هتحدد بطل الدوري لان على ضغط كبير جدا صح. جدا جدا. والمدرب الاصيع يعني في تدوير اللعيبه واللي هو جوارديولا طبعا هيبقى الاهم يعني هيبقى هو اللي ممكن يكسب الدوري يعني. الكره الذهبيه ميسي استحقها ولا كان اختيار غريب؟ غريب بصراحه. غريب. مين كان الاكثر استحقاقا؟ بص ما هو انت حسب خدوا ايه؟ ما حدش خد حاجه تقريبا، ما حدش خد حاجه في غير يعني ميسي هو خد كاس كوبا امريكا اسبانيا وكوبا امريكا. كوبا امريكا صلاح الفتره دي ما كانش خد حاجه لكن اداء فردي صلاح احسن من اي حد موجود دلوقتي. ميسي كان هداف الدوري برضه مع برشلونه بس صلاح احسن بكتير اداء فردي. انت بتلعب في الدوري الانجليزي هداف الدوري موست اسيست يعني الهداف الثاني للدوري بعد هاري كين. كل الارقام كانت قويه جدا جدا لصلاح. فاستغربت صلاح لها سابع يعني سابع دي بعيد جدا 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 عن الواقع بصراحه. يقترب من الافضل ذا بيست في يناير بعد ما حصل انتقادات عالميه للوصول للمركز السابع. ممكن وارد جدا 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 لكن في الاخر 7 دي بعيد جدا يعني على الاقل اول 3 على الاقل اول 3. مفهوم. بشكرك جدا كابتن احمد مجدي نجم الكره المصريه والزمالك كالعاده اتبسطت جدا بالقعده معاك والتحليل. حبيبي يا هاني انا اللي بتبسط بيك اكتر والله حبيبي. شكرا لحضرتك حبيبي. يعني قبل ما اختم ما كنتش عايز اعملها يعني ان انا اعلق بس مضطر يعني انا اسف. الكابتن خالد الغندور من يومين شفت له فيديو وهو بيتكلم عليا من غير ما يسميني. هتقول لي انت على راسك بطحه؟ على راسي بطحه لان هي وقالها يعني ناقص يقول هاني بس هو ما قالش هاني قال حاجه ما حدش عملها غيري يعني قال انه مذيع في ماتش الزمالك وسيراميكا كليوباترا كان عرف اسم الحكم اللي كابتن عصام عبد الفتاح قال عليه الخبير يعني التحكيمي فراح طلع حاول يتواصل معاه وقال ان هو ما ردش وعمل تحقيق على الهوا للقصه. وبغض النظر هي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء اللي هو لا دي نقطة مهمة جدا هي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء دي نقطة مهمة ما ينفعش نغض النظر عنها يا كابتن خالد. لكن يعني ان هو استغرب طريقة تناول الموضوع. كابتن خالد الغندور يعني أسطورة من أساطير الطفولة بالنسبة لي كلاعب ومن وقت ما اعتزل في 2005 بدأ العمل في الإعلام مباشرة خلال ال 17 سنة السابقة يا كابتن خالد وأنت تعرف كيف أحبك وأقدرك. خلال ال 17 سنة اشتغلت فيهم في 5 قنوات فضائية وفي 3 محطات إذاعية وتقريبا برنامج أو 2 أونلاين. في كل ال 17 سنة دول ما اتعلمتش حاجة عن الإعلام، ما عرفتش المفروض الواحد إزاي يشتغل إعلام وإيه دور الإعلامي، إنه سمع اسم حد يروح يشوف رأيه لأن الرأي ده كان مثيرا للجدل. ما هو ده دورنا يا كابتن خالد. 17 سنة مش عارف فيهم إزاي إيه اللي المفروض نعمله قدام الكاميرا وهوقف عند كده. بس هو أنا بتالت 5 مرة بقولها للزملاء الإعلاميين ما تجيبوش سيرتي لأني والله احتراما للزمالة أنا بشوف كلام مستحيل يطلع من إعلامي في برامج كتير وعمري ما هعلق على ده لأنه احتراما للزمالة. لكن إعلاميا في كوارث بتتقال على الهواء، في كوارث بتتقال على الهواء. فخليكم في حالكم إلى كل زملائي الأعزاء، خليكم في حالكم. بعد الساعة 11 بكرة إن شاء الله هنلتقي بإذن الله في حلقة جديدة من الماتش. تحياتي لكل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت. إلى اللقاء.